ولاد الناس اغلى من مال الدنيا، في الزعل مش هتلاقي السواد مغطي قلوبهم، ولما تحتاج لهم في شدتك هتلاقيهم سند وظهر ليك. ولو في يوم من الايام اختلفت معاهم عمرهم ما هيأذوك ولا يجرحوا فيك، عشان كده اختاروا صح، اختاروا ولاد الناس اللي معدنهم اصيل. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من تفاصيل. النهارده في تفاصيل عندنا اكتر من فقره، فقرتنا الاولى هتكون مفتوحه كده من القلب، هنستقبل فيها مكالماتكم كلها على الهوا، هنسمع منكم اللي عايزين تتكلموا فيه، هيكون معانا كمان انجاز عظيم قوي وهو ان ازاي مصر طول الوقت مصممة ان السياحة تبقى في افضل واحسن حالتها. فقرتنا التانية هيكون ضيفنا فيها فضيلة الشيخ احمد وهدان، واحد من علماء الازهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل الصدقة الجارية ودورها في فك الكروب وشفاء الامراض وتيسير الامور، ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الابار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين. قبل ما نبدأ فقرتنا الأولى تعالوا نروح لمكان كده هو مؤتمر السياحة العلاجية في مصر ونتكلم شوية، هي ليه احنا كدولة مصرية مصممة ان هي تخلي السياحة دي في أعلى وأفضل حالتها؟ لأسباب كتير جدا، العمرة الصعبة، ان احنا تبقى دولة بتعتمد على العملة الصعبة بتجيها عن طريق السياحة، والسياحة من أهم عوامل الجذب للعملة الصعبة. ثانيا بصوا حواليكوا كم بيت مفتوح من السياحة. طيب لما السياحة تشتغل بقوة كم شاب هننقذه من كابوس البطالة؟ حد هيكلمني يقولي طب ما مصر فيها تلت آثار العالم، مش كل السياحة في العالم دلوقتي سياحة أثرية، في سياحة تانية بتطور وتخدم وتستخدم السياحة الأثرية، بقى في تراكمات، العالم بقى بيفكر بحاجات حواليه غريبة شوية، اتغير نسبيا مع الدواخل اللي بقت موجودة، مع تغيير المناخ، مع طبعا أكيد كل واحد فينا عارف تذكرة الطيران، ما اللي قاعد بره ده مواطن زيه زيك فبيقعد يفكر. السياحة العلاجية في المرحلة الأخيرة دي بقت واحد من أهم أنواع السياحة اللي بتجذب السائح. تعالوا نشوف ده ونرجع لكم مرة تانية، أبقوا معنا. يعني مصر كلها طول الوقت بيبقى لها دور مهم في خلق افكار جديده. الدوله المصريه بتقولك لا بلاش سياحه اثار بس، كفايه بلاش ان احنا نعتمد كفايه فن. احنا عايزين كمان سياحه الاثار، في ناس بتيجي عشان سياحه الاثار، وفي ناس بتيجي عن سياحه الغطس، وفي ناس عايزه تروح مرسى علم او البحر الاحمر، في ناس عايزه تروح شرم الشيخ، انما السياحه في ناس بتيجي سياحه نيليه. فهو سيادتك السياحه العلاجيه او الطبيه هي جزء اخر من مقومات السياحه، يعني هذا لا يغني عن السياحة الأنواع الأخرى من السياحة، وبالعكس ده هم اللي هيجوا السياحة التانية دي هيحتاجوا علاج برضه، لأن زي ما قلت مستمعي حضرتك سمعتيني، أن لما جينا مثلا 10 مليون على الأقل في منهم 10% هيحتاجوا نوع من أنواع العلاج، سواء العلاج الحاد أو العلاج المزمن أو تدخلات إلى آخره. يعني مش معقول 10 مليون مش هيجي واحد يجيله زايدة، مش هيجي واحد يجيله التهاب رئوي، فكل دول مستهدفين ان احنا نقدم لهم خدمات صحيه علاجيه. لو سالت حضرتك سؤال بيجي مخصوص عشان العلاج، وما زالوا بيجوا من الخليج، بيجوا من بعض البلاد الافريقيه بتيجي، كل دول ممكن يجوا. لو سالت حضرتك، يمكن معتدين دايما على صراحه حضرتك وان اجابتك مباشره، سالت حضرتك هو الهند بيروحها
ملايين للسياحة العلاجية والصحية. تايلاند بيروحها ملايين. احنا ممكن في يوم من الايام نوصل للارقام الكبيرة دي ومؤهلين لده؟ ممكن يجينا جزء من هذه السياحة. الله يطمن. بتحط خطة ومنظومة وجودة ومراقبة ومتابعة وحط برنامج هيجيلك جزء، جزء قد ايه؟ عايزين ملايين. مش معقول كلهم هيجوا لنا، لكن يجي لنا جزء من هذه الشيء. نورتيني وشرفتيني، اشكرك. حد من الساده المشاهدين يسال يا سياده اللي هو هيقول هو ايه اللي ممكن انا استفاده كمواطن من السياحه الصحيه في مصر؟ طيب هو بس الاول لازم اقول ان احنا يعني بنعد وبنجهز المؤتمر ده بقالنا سنه. النهارده بقالنا سنه بنجهز وبنعمل اعداد قوي لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر فيه ثقه كبيره جدا من سياده الرئيس انه يدينا الرعايه، محمل علينا عبء جامد جدا ان احنا نجتهد ونوصل لما قال اليه الدكتور عوض تاج الدين ان احنا نستفيد من الموارد اللي عماله تحود من فوقينا من ورانا من قدامنا واحنا بنتفرج. وبعدين احنا عندنا كل الامكانيات، وانتم سمعتوا الدكتور احمد طه قال ايه، الدكتور احمد السبكي قال ايه، الناس دي قالت كلام ان احنا عندنا جميع الامكانيات. وبعدين انا عندي جميع المزارات، عندنا جميع الاماكن الاستشفائيه اللي ممكن نستغلها، عندنا كل. طب ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص احنا النهارده بنناقشه، اللي ناقص احنا هنحطه في المؤتمر النهائي، هنحط توصياتنا قدام سياده الرئيس، سياده الرئيس باذن الله هيطلع قرارات وهيصدر قرارات هيلتزم بيها كل الوزارات، اللي هيستفيد بيه المواطن. ما هو دخل السياحه العلاجيه ده بيشغل ناس كتير، ودي فرص عمل كتيره، ودخل كبير بيخش البلد وبيخش للمواطن. لما يجي عندي في حمام موسى او حمام فرعون او يجي عندي استشفاء او يخشوا مستشفيات، ما في ناس بتشتغل، في قوه عامله بتشتغل، في ايادي هتشتغل، في فلوس داخله للبلد، فكل ده هيستفيد بيه المواطن. ده الاستفاده. بدانا ننافس في المنطقه، بدانا ننافس في دول تانية بتنافس معانا في مصر طول الوقت. احنا عندنا تاريخ سياحي، هنقدر نكمل بنفس التاريخ ده في السياحه الصحيه؟ ده لازم وباذن الله هنكمل، وباذن الله عندنا اراده. انت محتاجه الاراده، احنا عندنا كل حاجه. ايه اللي منعنا؟ مننا ما كانش في اراده، يعني في ناس كانت تقول لك لا، واحنا عندنا ايه؟ واحنا مش عارف، ما عندناش امكانيات، ده احنا لا، ده انا جبت بقى رئيس الرقابه الصحيه وجبت رئيس الرعايه الصحيه وقال لك عندنا الامكانيات وعندنا المستشفيات وعندنا كل حاجه. وضحت عشان ما حدش يقول احنا مش عارفين نعالج المصريين، نعالج اللي جينا من بره، لا هنقدر ونستطيع. وانا جبت الناس تتكلم عشان تقول قدام الصحافه كل اللي انا بقول لك عليه ده. نورتني يا فندم. دكتور نهال، دايما بلاقيكي في ما لا تكلي ولا تملي ابدا في اي حاجه مصر بتدق بابها، بتبقي موجوده. النهارده في المؤتمر الدولي للسياحه الصحيه البحيره بتشارك وموجوده، شايفه ده ازاي؟ البحيره هتشارك بايه؟ حاجه كمان عايز اسال حضرتك، مشاهد بيشوفني انا وحضرتك بيقول لك هيتعاد على المواطن المصري بايه لما يبقى عندي سياحه صحيه في مصر؟ اولا بشكرك تغطية الحدث الهام ده، وإن شاء الله نتقابل في يوم المؤتمر 2 و3 مارس. إحنا تاريخنا بيعيد نفسه، لو حضرتك قريتي في تاريخ القدماء المصريين والفراعنة، إحنا بدأنا الطب من بدري قوي، الحجامة والعلاج بالأعشاب. إحنا لما هنا بنتكلم على السياحة الصحية، إحنا كمان بقى عندنا مؤسسات و أماكن لتقديم خدمات طبية معاصرة ترقى لهذا الشأن. احنا كنا لسه بنتشرف بزيارة معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار لمحافظة بحيرة، زار 8 منشآت صحية بتقدم الخدمة الصحية للمواطن البحراوي. 2 منهم تقدموا على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة وحصلوا على جميع الموافقات باستثناء فاضل خروج الرخصة، وثلاثة منهم هو سيادته كان مبهور بالخدمة اللي بتتقدم وسعيد، وطبعا عايزين الأحسن والأحسن. ده يقول إن مصر ماشية على الطريق السليم. نيجي لمحافظة البحيرة، محافظة البحيرة هتشارك. المعروف أن المحافظة أن هي محافظة زراعية، محافظة مثلا عندنا فرع النيل برشيد، عندنا طريق الصحراوي، طريق الزراعي، لكن ما حدش يعرف عن السياحة الصحية
حاجة خالص. احنا عندنا شقين مهمين قوي. الشق الاولاني هي السياحة الدينية اللي عندنا اللي بتخدم على السياحة الصحية من خلال أديرة وادي النطرون مسار العائلة المقدسة، وده بابا الفاتيكان كان زار مصر في 2018 واعتمد هذه النقاط الخاصة بزيارة مسار العائلة المقدسة على مستوى جمهورية مصر العربية. محافظة بحيرة بتشرف ان عندها اربع نقاط. تاني حاجة في نفس المجال في وادي النطرون اللي هي كل الناس عارفاها على الصحراوي، انه ريست هاوس او الماستر او بنقف نشرب حاجة في واحة عمر، لا دي مدينة كاملة زارها دولة رئيس مجلس الوزراء، فيها حياة كريمة تمت بالفعل، فيها من القطاع الخاص اتمنى تستضيفيهم ومستثمرين كمان. ويلنس سنتر زي رمال اشوفيها على انستجرام، رمال ويلنس سنتر عندنا، الحمراء ايكولوجي، كل دي اماكن خاصة سياحية، سياحة علاجية أو سياحة صحية، بالإضافة للمستشفياتنا اللي تفضل بقى وتكلم عليها الأستاذ الدكتور أحمد السبكي والأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة والدكتور حسام عبد الغفار. هيعود على المواطن بالطبع يا فندم، أي دخول لأجانب أو سياح بيعملوا أو بياخدوا خدمة بيعود على المواطن بشكل مباشر في زيادة العائد المادي اللي داخله. يعني تأكدي حضرتك إن إحنا كمان بندعم كمان مؤسسات خاصة، يعني مش هقول لحضرتك حكومي، ده المؤسسات الخاصة بيشتغل فيها أفراد، الأفراد دول لما يدخل دخل إضافي ليهم من خلال السياحة الصحية أعتقد كلنا، بالإضافة لما يكون عندنا رواج في المطارات. دلوقتي عندنا مطار سفينكس لمدينة سفينكس الجديدة على بعد بالظبط 45 دقيقة من وادي نطرون، ده بيخلي فيه توافد اكتر. احنا دلوقتي بنبني او عندنا بالفعل ثلاث موتيلات وبنبني اول فندق سياحي تراثي، هو مش بيتبني حقيقة، هو بيترمم، كان قصر يتبع الملك في ادفينا، ملحق به مستشفى، وعدنا وزير الصحه والسكان هي قائمه انها ستكون مستشفى للاستشفاء الصحي النفسي. كلنا محتاجين دعم نفسي بعد ما مر بها العالم من كوفيد ومن ازمات دوليه ومما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي ومن اعباء الحياة. السياحة النفسية دي، سياحة الصحة النفسية دي حاجة مطلوبة ومهمة. نورتيني وشرفتيني النهاردة. السياحة الصحية لها مكان كبير قوي في ملفات الدولة المصرية، شايفين ده ازاي؟ من زمن بقول ان مصر سبوست بي ان هي على ميديكال هاب، اهم ميديكال هاب في العالم، فيها الكفاءات العلمية سواء من الأطباء من التمريض، بس اللي هو forgotten somehow تمريض، بس محتاج fine tuning. حضرتك بتقول أهم ميديكال هاب، أنا ممكن النهاردة أخد من حضرتك ده إن إحنا ممكن ننافس الهند وتايلاند؟ No دي تنافس بريطانيا اللي أنا منها. طمنك والله يا دكتور. That's what I'm here for. عشان تنافسي بريطانيا اللي هي بيقولوا ان هي عالم الطب في العالم، اتعامل بالمصريين. I'm one of them. ما تعملش بحد تاني، مش بالانجليز. For your knowledge. لو الانجليز قالوا لي كلام غير كده ask me. طيب الرؤية الجديدة ان احنا يبقى عندنا عوامل جذب مهمة. عندنا عوامل جذب مهمة، هل السائح في الخارج متقبل ده؟ السائح في الخارج عايز حاجة واحدة بس، عايز رعاية طبية مظبوطة، عايز نيرسينج كير مظبوط، عايز ابتسامة جميلة، عايز اوتكم، عايز اوديتس، عايز ايكونوميك انفولفمنت اوف ذا ايكونومست عشان يشوفوا البيفور اند افتر the healthcare, what's happening, are we getting a proper share of the healthcare in the world, اللي هو في 186 بليون دولار بي سبنت in the world، ولا احنا عندنا قشور؟ عندنا قشور يبقى في حاجه معينه، we have to fine tune the subject عشان نقدر نجيب السائح. السائح هيجي هيجي لما يكون المنظومه مظبوطه. So it's not about being difficult or easy. So there is already a medical establishment in Egypt, in the center of Egypt and in Sitte October. And we hope to bring medical tourism into Cairo around, rather than patients leaving Egypt to get care outside, we want to bring the expertise inside so that we can bring more attention into Egypt. في الحقيقة يمكن يوم بعد يوم الدولة المصرية بتطرح رؤى جديدة.
عندنا امل كبير جدا جدا في ملف السياحه بالذات، ان احنا تفضل مصر وجهة الاولى للسياحه على مستوى العالم. من ضمن الرؤى دي حطوا خط بالقلم الاحمر كده وقالوا لا احنا ناخد بالنا هنا، احنا محتاجين سياحه علاجيه. ليه؟ لان مليارات من الناس بتتابع السياحه العلاجيه على مستوى العالم، فبتروح تايلاند الهند، استوقفهم جدا. احنا ليه مش في مصر؟ ليه احنا ما عندناش الكم الهائل ده زي تايلاند او الهند في ملف السياحه العلاجيه؟ كان للدوله المصريه دور، وكل يوم بعد يوم مصممين على تنفيذ ده. نورني ومشرفني استاذ سامي سليمان. اللي انا سمعت حضرتك سمعته مني ده صح؟ طبعا. شايف ده ازاي؟ شايف هو يعني هو موضوع السياحه العلاجيه او الاستشفائيه، احنا نبدا بالاستشفائيه الاول. عشان الاستشفائيه ما يعني لهاش يعني مشاكل كتير. احنا اللي عمل عمليه وجاي يقعد فتره طويله او اللي هو عايز يقعد لونج ستاي، كل دي حاجات نقدر نشتغل فيها فورا. السياحه العلاجيه بتبقى ليها طلبات اكتر، لازم يبقى في دكاتره معينين للحاله اللي جايه وكده، والادويه وكل حاجه تبقى مرحله تانية. لكن الاستشفائيه او الناس اللي بتعمل عمليات كبيره وتيجي تقعد، دي بتبقى ميزتها ان هي بتقعد لونج ستاي مده طويله، وفي نفس الوقت نقدر نشتغل عليها كويس قوي. دايما بقول مصر اغنى دوله في العالم بما تمتلكه. مصر اغنى دوله منذ التاريخ، بالحضاره وبالطبيعه وبالجو وبكل حاجه وباللي ربنا مديهولنا. احنا فاضل نشتغل مع بعض وليس ضد بعض. نشتغل مع بعض من كل الوزارات، يبقى مجموعه السياحه يبقى كانك بتعملي عمليه جراحيه صعبه، لان بيخش فيها كل الوزارات. ما فيش كل وزاره تاخد الاول حصتها، احنا نجيب الاول العميل ونجيبه ونحافظ عليه. كلنا متفقين ان ده دخل للبلد، لان ما فيش مهنه ما بتشتغلش مع السياحه. يعني سمعت كلام خطير جوه جدا. سيوة الوادي الجديد فيها ينفع ليها تبقى مزار للسياحه العلاجيه، او اسوان. ده انا كنت يعني انا يمكن كنا فاكرين كلنا كمصريين او جزء كبير ان ده سينا بس. لا انا لسه جاي من الاقصر امبارح، وكل منطقه فيها صدقيني غنيه جدا. والكلام ده كنا بنتناقش فيه ايام ما كان الاستاذ عمرو صدقي في البرلمان، والفكره دي نمت من خلال زياراتنا وتحركاتنا في كل على مستوى مصر كلها. المهم الحته اللي نبدا فيها يبقى هدفنا فيها النجاح. لو احنا حافظنا على كل منطقه بالخيرات اللي فيها وخلينا ليها طابع، ما يبقاش كل المحافظات زي بعض. لما نيجي نقول طابا ويبع ليها طابع، وبتطل على مين؟ سوري، بتطل على السعوديه، على العقبه، على ايلات، ودي بتجيب سياحه عالميه، دي اللي بتغذي سانت كاترين. نورتني وشرفتني، اشكرك، نورتني. كل يوم بنقدم رؤى، كل يوم عايزين البلد دي تبقى اقوى بولادها وبعقولهم وافكارهم. السياحه الصحيه عامل جذب كبير جدا على مستوى العالم. هتلاقي الاف ومليارات بتروح الهند، تايلاند. طب ومصر؟ احنا في من ده. منورني ومشرفني استاذ احمد وصيف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا. يمكن انتوا قررتوا والدوله المصريه قالت يلا بينا وهنتحدى ونبقى هنتحمل المسؤوليه وهننفذ ده على ارض الواقع في مصر، ومصر اهله له. كلمني عن ده، كانت الفكره بادئه من ان كل المحافظات تنفع وفيها اماكن حيويه للسياحه الصحيه؟ الحقيقه خلينا نقول انه مصر، الدوله المصريه بقى لها مده بتسعى لزياده الحركه السياحيه بشكل عام في مصر. ابتدينا نوضع استراتيجيات حقيقيه على الارض، ابتدينا نبص على مخططات تنظيميه للمناطق السياحيه، نشوف ايه اللي ناقص عندنا، ايه اللي نقدر ان احنا نزوده، ايه اللي نقدر نجذبه اكتر من الشرائح السياحيه المختلفه من دول العالم. طبعا السياحه الصحيه شيء هام، يمكن اتحركت فيه دول كثيرة زي ما حضرتك أشرتي، وصلت تقدر انها تجذب بيها اعداد مهمة. مصر احنا محتاجين ان احنا نخش فيها بقوة، هتقدر انها تجذب شرائح جديدة، هتقدر انها تخلي السائح اللي بيجي لنا يلاقي خدمات اخرى، تقدر انها تزود من برنامجه في مصر. فالحقيقة هو الاهتمام بشكل عام بالسياحة ومدلولها على الاقتصاد القومي اصبح من اهم الركائز اللي بتوليها الدولة وبتوليها قيادة سياسية لينا، كاستثمار، كمنتجات جديدة،
النهارده بنقول احنا بناخد اول خطواتنا على سياحه او نمط سياحي جديد وهي السياحه الصحيه. ان شاء الله نقدر ان احنا نجذب شرائح اكتر ونقدر نوصل الى دخل اكبر للسياحه. يمكن السؤال ده هسأله لحضرتك ومشاهد بيشوفني انا وحضرتك بحكم ان انت من اهم المستثمرين في مجال السياحه. هو انا كمواطن مصري هستفيد ايه بالسياحه الصحيه؟ طب خلينا نقول المواطن المصري كسياحه بشكل عام. السياحه النهارده كل الدول بتتنافس على السياحه، بتتنافس على السياحه اولا كدخل، بتتنافس كقدره على التوظيف قويه، بتتنافس على السياحه لان السياحه بتوصل الى مناطق في مصر يمكن ما بيوصلهاش بعض المجالات الاخرى للاقتصاد. احنا موجودين في كل ربوع الجمهوريه من القاهره الى اسوان، من سيوه الى شرم الشيخ. فالنهارده قدرة السياحة انها توصل للمواطن من اول عامل في بازار، من اول عامل على مركبة سياحية، من اول بائع في الشارع، الحقيقة ريس لفلوكة في النيل، كل الشرائح اللي بتوصل لها السياحة دي يمكن ما بيوصل لهاش قطاعات اخرى من الاقتصاد. ده بخلاف بالنسبة للدولة الدخل من النقد الاجنبي اللي هو طبعا عنصر هام جدا كلنا بنوليه اهتمام في هذه الفترة. ده كان مؤتمر السياحة العلاجية في مصر. طول الوقت بيبقى فيه عوامل مساعدة علشان نوصل لنقطة قوية. أيوة، يعني مؤتمر زي مؤتمر السياحة العلاجية في مصر أو فكرة جذب السائح اللي محتاج سياحة علاجية فكرة مهمة. طيب إيه العوامل اللي هتساعد فيها؟ حاجات كتير قوي. كم من أهمها ولادنا المصريين اللي موجودين في الخارج، دول اللي الدولة المصرية فضلت تجمعهم علشان تقف بيهم على أرض صلبة. يعني دقت البيبان وقالت لهم احنا محتاجين معاونتكم وخبراتكم والسنين اللي انتوا عشتوها في البلاد في الخارج، عايزين نبدأ نسوق لمصر عندكم. طبعا ده ما بيقومش على فكرة السياحة فقط أو المسؤولين عن السياحة فقط أو الناس اللي بتشتغل في السياحة بس، يعني شركات السياحة واللازم منه، لا، بيحتاج كوادر حقيقية، كوادر بقى اقتصادية، طبية، هندسية طول الوقت. فبيبقى اختيارهم واقع على أهم العناصر البشرية اللي موجودة في الدول الغربية. جاهزين؟ طيب بصوا حواليكوا في وقت من الأوقات والمصريين بيعرفوا يأرخوا كويس تاريخهم حتى بالبسيط كده، يقولك سنة كذا كان كذا عامل كذا، سنة كذا كانت الدنيا فيها كذا، سنة كذا احنا سافرنا عملنا كذا وكذا في العراق. أنا مش عايزة أفسر المواقف الكتير، ولكن بطبيعتهم وبساطتهم إلا أنهم بيقدروا يأرخوا تاريخهم. أكيد في وقت من الأوقات ولادنا هتقول ده وهتذكره. في وقت من الأوقات إحنا كنا ما عندناش سياحة. كان عندنا أزمات حقيقية تمنعنا إن هي نبقى عندنا جذب للسائح، وكان عندنا عزوف من كل الدول اللي شعوبها بتعمل سياحة باستمرار أو بتواظب على السياحة باستمرار. لأسباب كتير قوي 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 قوي، أهمها الأمان. كنت طول الوقت مصر موجودة بشكل معين على كل المنصات الإعلامية والقنوات الفضائية اللي موجودة على مستوى العالم، كانت موجودة بشكل بشع، كانت موجودة بانفجارات، كانت موجودة بمخاوف كتير لأي أسرة تقدر تيجي تعيش عندك أو تزور مزار سياحي حتى لو ديني. أنت عندك سانت كاترين، ده من أهم المزارات السياحية للأسر اليهودية. طبعا أنت ما كانش عندك أي مزار يقدروا يخطروا أو بيشتغل إن هم يبقى عندهم جذب للسياح. طول الوقت كنت تشوف
مصر على الصحف الغربية كان شكلنا مش حلو. احنا نفسنا لما كنا بنمشي في الشوارع الحمد لله ربنا ما يعيدها ايام وانا مش عايزة استفيض فيها، ولكن كانت في مشاوير كتير جدا لينا بتتأجل عشان الشارع مقفول. اصل فلان بيتظاهروا هنا، اصل بيتخانقوا هنا، اصل هم عاملين هنا. كتير جدا من ولادنا كانوش بينزلوا مدارسهم بشكل منتظم، كتير جدا من حياتنا كانت مؤجلة، حقيقي كانت مؤجلة. عشنا ده فترة، ولكن يعني طبيعة الشعب المصري اللي دايما ما بيقبلش بده، الشارع ده والشعب ده اتعود انه بيشارك في بناء وطنه. لو حققنا انتصار كان بولادنا، حدش تاني. مفيش دول بتحارب لنا، عندناش اي قواعد عسكرية، ما بنميلش على حد نقوله والنبي ادونا جنود، ما عندناش جنود مرتزقة وبفلوس. لا، احنا بنعمل كل الانتصارات بولادنا. لما حتى دلوقتي قدام شوية هتوضح الصورة، كل واحد فينا، كل واحد في الشعب المصري شارك في بلاده دي، شارك ان هو اهم حاجة سعى ليها استقرارها. طول الوقت بيبقى في مكائد بيمر بيها الوطن، ولكن وعي الشعب المصري هو اللي بيعدي من المكيدة دي. تستقلوش بنفسكم، انتوا شعب عظيم عن جدارة، عن جدارة، بيستحمل أي حاجة وكل حاجة في سبيل إن البلد دي تعيش مستقرة آمنة. اتعودنا على كده. بستغرب جدا في الحقيقة، يعني يمكن أنا اتعودت طول الوقت أتكلم مع السادة المشاهدين، ويمكن على مدار الوقت بستغرب جدا لما بلاقي إن في ناس بتتكلم بطريقة كده، أصل مش عارف إيه بكام، أصل الدنيا رايحة في داهية، أصل أنت إزاي بتعمل كده؟ الشعب ده عمره ما اتولد في بقه معلقة دهب، ولا حقبة زمنية كنا شعب مرفع، أهو، ولا وقت، علشان مصر تبقى دولة على مر السنين ومئات السنين وكتير قوي، على مر الأزمات، على مر الصعاب، انت عمرك ما كنت شعب مرفع، انت طول عمرك أبا عن جد، محتاج انك تشتغل، محتاج انك تبذل مجهود، تكد، تتعب قوي علشان ولادك، أسرتك، ناسك. احنا طول الوقت بنراهن على بلادنا وعلى ولادها. متخلوش حد يقول لكم اي كلمه تحطمكم، ما تصدقوش حاجه، اوعوا تصدقوا الكلام ده، اوعوا حاجه جواكم تتغير. كل ما في الامر اللي قبلنا حاربوا، احنا دلوقتي ما بنقلش عن الحروب دي، المهم نحافظ على الوطن. انت مش اقل قيمه ابدا من الجندي اللي طلع ووقف على الحرب وشال سراحه وضحى بروحه. لا، ما دول كانوا ولادنا وطول عمرهم ولادنا، طول عمرهم ولادنا، طول عمر جيش مصر ولاده. فبيجي الحروب اختلفت، بقى يختالك من جانب آخر، بقى عايز يضعفك، يعجزك. العالم كله اختلف، ده اللي كنت عايزة أقوله. فكرة حتى إنك تطور من نفسك طول الوقت دي مهمة، أكيد أنتوا عارفين ده، لأن إحنا ما شاء الله عندنا بنستخدم السوشيال ميديا بجدارة. بيجي حد يقولك
ان في وظائف كتير هتختفي. ايوه. طب ده كان مطروح قبل كده؟ طيب لما كانوا اهلنا بيحاربوا ده كان عندهم؟ لا. بس هو العالم بقى متوجه شيء يعني في نوع من انواع الغموض، ولكن بدأ يوضح واحدة واحدة. لو الزوم جاهز يلا بينا. كم أسرة حوالينا؟ كم أسرة حوالينا؟ العاهل ليها بيشتغل في السياحة، في شرم الشيخ، في الغردقة، في دهب، في سانت كاترين، في حاجات كتير سياحية حوالينا، في الأقصر، في أسوان، في أماكن كتير قوي. كام أسرة؟ كام؟ هتلاقيهم عدد لا يستهان به أبدا أبدا. ولازم يفضل المسؤول عن الأسرة دي بيحاول وبيكافح وبتحدى كل الصعب. أصعب حاجة بتؤلمه لما ما يلاقيش سياح في البلد اللي هو بيشتغل فيها، أو في الأوتيل اللي بيشتغل فيه، أو في أي مكان هو بيشتغل فيه، أو على المركب اللي بيسوقها، أو على المطعم اللي هو بيشتغل فيه. أي حاجة يؤلمه قوي هذا الأمر، بيؤلمه فعليا، تحس خلاص هو فكرة ألمه بقت الدنيا بتسود قدام عينيه. بتتعكس تماما لما بيبقى في أفواج سياحية كتير في شرم الشيخ، في دهب، في نويبع، في طابة. طابة دي مش عايزة أقول لكم عن جمالها، واللي راح يعرف قيمة اللي أنا بقوله، واللي ما راحش خسر كتير. يعني يمكن أنا واحدة من الناس اللي اكتشفتها لما كبرت واشتغلت عشان رحتها. قبل كده رحتها زمان قوي وانا طفله، ما كنتش اصحلها طبعا. مدينه في منتهى الجمال، لو لفيت العالم كده مش هتلاقي في جمالها. وغيرها كتير، يعني اكلمك على سانت كاترين، حاجه كده وانت داخل عارف تحس بانك مستمتع، في روحانيات حواليك في كل حته. كون جنب السياحة الأثرية أو السياحة الدينية، جم قالوا لا، في نوع سياحة تاني قادر إن هو يجذب عملة صعبة، اللي هو السياحة العلاجية في مصر. موجودة فين يا نيل؟ كانت الدهشة. لو احنا عددنا 28 محافظة، موجودة في البحيرة سياحة علاجية، موجودة في سيوة سياحة علاجية، موجودة في الوادي الجديد سياحة علاجية، موجودة في أسوان، في الأقصر، في سينا كلها شمال وجنوب، عيون موسى والمية الكبريتية، احنا حافظين ده. طب نستغله ازاي؟ جت فكرة نستغله ازاي؟ هو ده المهم في الحقيقة، هو دلوقتي أهم. بص حواليكوا في العالم تلاقوا كل حاجة بتختلف، في معايير أخرى، في مقولة ثبتت يوم بعد يوم بيقولك العالم بعد كورونا غير العالم تماما قبل كورونا. بكلم كل الشباب اللي بتشوفني، لما بتلاقي فيه صعب اتحدى نفسك فيه، ما تسلمش بسهولة، لأن ممكن نكون احنا ما بقاش عندنا متعة الاختيار. بطبيعتنا، بطبيعة السياسة كلها اللي على مستوى العالم، مش انت لوحدك. يمكن كنا في عمرة الناس اللي كانت موجودة تشوف طول ما انت ماشي البنات السعوديات بيشتغلوا، ما فيش غيرهم،
تشتري حاجة من مول، بتاكل حاجة، بتجيب حاجة، بتشرب حاجة، مفيش غيرهم. ده ما كانش موجود نهائيا، بل كانوا كمان لما حد بيتعلم او كده بيصرفوا لهم مكافآت او بيصرفوا لهم بدل يساعدهم في حياتهم، ده برضو ما بقاش موجود. فاضطرت المرأة السعودية تنزل بعد ما سياسة الدولة عندها قررت ان هي تستخدم المرأة وما تجنبهاش، وبقى لها دور في بناء الوطن. دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها. اكيد مصريين كتير بيسافروا يعملوا فرائض الدينية بتاعتنا سواء حج او عمره. بقت الجنسيات الغريبة اقل. لو تعرف تتكلم مع مصري كان زمان الاسر تطلع كلها تبقى زوجته مدرسة مثلا في مكان او ممرضة في مستشفى وهو بيشتغل في مكان. لا، الوضع اختلف. هو ممكن تبقى مراته هنا وهو هناك بقاله 5 سنين. طب والقبل ده كانت المحاولات ما بين سلبي وإيجابي للتقبل، ده طبيعي. أنا بشوف ده طبيعي، وناس كتير جدا عقلاء بتشوفه طبيعي. ليه؟ لأن ده انتقال. الانتقال ده بيفرض نفسه، فمش كل الناس بتستوعبه. تحصل هزة كده. كان من ضمن الناس اللي بيستعانوا بيهم أسماء دكاترة كبار جدا في كندا، أسماءهم كبيرة كبيرة على درجة علمهم، كبيرة على درجة إنجازاتهم، كبيرة على درجة تحدياتهم اللي عملوها في حياتهم عشان يبقى اسمهم ده في عالم الغرب. خاصة ان نجاحهم ده مش سهل ابدا، او تقبلهم والاعتراف بيهم كانش سهل ابدا ابدا. اسألوا اي حد في غربة يقولك، ما بالك بقى حد بقى عايز يوصل من البلاد دي بدرجة علمية معينة. الغربة أكيد صعبة وإحنا كلنا نعلم ده. أي حد بعيد عن وطنه بتبقى صعبة أوي أوي أوي. لذلك الأغلى من أكل وشرب الوطن. احنا في نعمة كبيرة نحنا بنروح بيوتنا بعد يوم شغل، عارفين عنواننا، عارفين عمارتنا، عارفين حياتنا فين هتكمل. اللهم ادمها علينا نعمة. الباقي كله مصريين اساسا، شعب استقوى كتير قوي فترات كتير، استقوى بوطنه، استقوى بولاده، استقوى انه يكمل. فيناش حد بيسيب البلد دي ويجري ويخلع، لا ما بيحصلش نهائيا، والتاريخ يشهد بكده. مش هقول لكم ممنوع او مرفوض، لا، بقول ما حصلش. قامت كتير كتير اوقات صعبه. كان من اصعب الحاجات اللي ممكن المصري يفكر فيها، انا بقى كده ظلمت المصريين. من استحالة الأفكار اللي ممكن يفكر فيها بنسبة كبيرة، يعني بكلمك في الغالبية العظمى من الشعب ده، إن هو يمشي. هيروح فين؟
هو ما جاتلوش الفكره دي قبل كده، ما عملهاش. كان عندنا عدوان ثلاثي ما فضوش، ما فضوش البلاد اصلا، كانوا موجودين في شرق وغرب وجنوب وشمال، مفيش. تلاقي كل شبر في البلد دي حاول انه يحافظ على ارضه. دي من الحاجات اللي بتميز الشعب ده، حبهم الحقيقي اللي مش مزايد، حاجة واحدة لا تقبل النقاش. نتفاهم ونختلف في الكثير، ولكن هي سلامة واستقرار الأرض دي، ده غير قابل للنقاش. بشوف آراء. طيب تعالوا أوريكوا واحد من ولاد مصر الدولة المصرية شاورت عليه واستعانت بيه وقالت له احنا عايزين من لندن او من انجلترا عامة سياح يجوا يمارسوا السياحة العلاجية في مصر. كلمت الشخص ده ليه؟ لانه على درجة علمية وهائلة. معايا ومعاكم أستاذ الدكتور أحمد إسماعيل، أستاذ استشاري أمراض النساء والتوليد وخبير العقم الدولي بلندن، وواحد من اللي بيتم الاستعانة بيهم في الترويج للسياحة الصحية داخل مصر وخارجها. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. منورني ومشرفني دكتور أحمد. ربنا يخليك يا فندم. يمكن حضرتك أكيد كنت متابع حلقتنا. كان من ضمن الحاجات الجميلة اللي شاورت عليها الدولة المصرية هي الاستعانة بولادها في الخارج اللي موجودين بالفعل وقدروا يحققوا نجاحات وإنجازات ودرجات علمية هائلة، يمكن تفوقوا بيها عن آخرين من دول تانية أو أصحاب الدول دي نفسهم. معايا في الرأي ده؟ بالظبط يا فندم. بالظبط. قولي حضرتك تمت المشاركة من حضرتك ازاي، وكان اول لقاء او اول تليفون تم كانت الاستعانة بحضرتك ازاي؟ الحقيقة انا عايز الاول اشكر السيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بالسياحة العلاجية، خاصة ان دول العالم حاليا بتنعم بفوق 186 مليار دولار سنويا. مصر هي حاليا بتجيلها قشور من هذا الرقم. اشكر السيد رئيس الجمهوريه ان هو اهتم وادى الامر بهذا المؤتمر، واشكر السيد اللواء خالد فوده اللي هو اتصل بيا مباشره، هو والدكتور عوض تاج الدين، على ان انا اكون متواجد في المؤتمر التحضيري الاول والثاني والثالث، خاصه ان انا ليا وضع معين بالنسبه للسياحه العلاجيه للمراه. ايوه. على اساس ان انا وومن هيلث كير بروفايدر يعني. ايوه. الحقيقه كان دعوه هامه جدا، وانا الحقيقه من سنه من زمان يعني مدة طويلة جدا وأنا بأنادي بالسياحة العلاجية، ليها أهمية قصوى في مصر، خاصة أن مصر أرض خصبة جدا لهذا الموضوع. العالم حاليا في الغرب في حالة نظرة هامة لكيفية التعامل مع المريض في الغرب، خاصة أن عندهم ويتنج ليست عالية جدا، وعندهم قلة في المان باور، يعني الناس اللي هم بيأدوا الخدمة الطبية قليلين، وعندهم مشكلة في الناس اللي بتبروفايد الخدمة الطبية.
اللجوء لمصر ده هام للغاية. يعني انت عندك دولة فيها كفاءات عالية جدا من الممرضات، وهبدأ بالممرضات خاصة ان هو السكيلتون بتاع الهيلث كير. ايوه بدون السكيلتون دوت مفيش هيلث كير، ودي نقطة هبدأ اتكلم من عندها. وبعدين عندك طبعا السادة الاطباء المرجوحين في مصر وخارج مصر. لما نيجي نتكلم على هيئة التمريض، أنا الحقيقة خدت شوط كبير جدا من ساعة لما طلب مني إن أنا أتوجه إلى مصر لمشاركة المؤتمر التحضيري الأول، ونظرت النظرة الهامة والبحوث الكلوسلي لإيه الشكوى العامة لأي مريض بينزل مصر. وبدأنا دايما نبص للمراية بتاعتنا ونقدر نشوف ايه الحاجات اللي بتخلي المريض ما يجيش مصر، وازاي نخلي المريض يجي مصر، خاصة ان احنا عندنا دين مهمين جدا، المريض والدولة المستقبلة للمريض والجهاز الطبي في الدولة دي. طب لو سألت حضرتك مصر مثلا في الدولة اللي حضرتك موجود فيها دلوقتي، حضرتك في لندن صح؟ اي فندم. مصر صورتها ازاي عندك؟ عند المواطن الانجليزي صورتها ازاي؟ لا ده هنا بيدرسوا مصر في الكتب. مصر دي ليها قامة عالية جدا في العالم، مش في انجلترا بس. الانجليز لما بيروح مصر عشان يتفسح بيبقى حاسس ان هو رايح مكان ذو أهمية قصوى، ولما يعرف ان في مصري قدامه. خلي بالك انا دايما اقولها وقلتها في كذا مؤتمر هام هنا في بريطانيا وعلى الميديا الانجليزيه، قلت لهم لو الجهاز الطبي الانجليزي بدون مصريين يقع، وعايز لازم ده كل الناس تبقى عارفه اهميه الاطباء المصريين بالنسبه للانجليز. يعني ما في واحد انجليزي او اسره انجليزيه ما تعالجتش تحت رعايه في طبيب مصري. المصري. الدكاترة المصريين معروفين ان هم يعني ليهم في كل التخصصات، انا مش بتكلم بس على تخصصات امراض النساء او العقم اللي انا معروف بيه، لكن عموما في كل المجالات. يعني عندنا اشهر دكتور نوز في بريطانيا مصري، اشهر دكاترة كتير قوي بتوع القلب مصريين، ناس كبار جدا ومعروفين. لكن انا بتكلم ازاي نجيب العيانين من انجلترا لمصر، ده اللي يهمني. انت محتاج ايه بقى؟ ايه كانت ادوات حضرتك؟ انا طلباتي اوريدي بعملها حاليا، اتفضل. وعايز اطمن حضرتك ان انا I've taken that on board، يعني انا اللي خدته على عاتقي. تقابلت مع رؤساء الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا، تقابلت مع رؤساء الجامعات كليات التمريض المصرية في مصر، عملت زيارات ميدانية لكليات التمريض في مصر وقابلت الطلبة والطالبات اللي هم بتوع التمريض، ووصلت إلى كونكلوجن إن إحنا عندنا من أحسن ممرضات. خلي بالك أنا عارف المعلومة دي من قبل كده، عشان أنا كنت باجي خبير امراض نساء لمستشفيات في مصر معروفه، منها مستشفى حوائي الدوري اللي انا يعني ليا وضع هام فيها. وبقول ان دايما ان الممرضه المصريه لو انا اتعمل لها يعني لفت نظري حضرتك يعني واخد بالك قوي من دور التمريض، هو للدرجه دي دوره قوي ده اهم ومؤثر؟ دور في الهيلث كير نمبر 1، قبل الدكاتره وقبل الجهاز الطبي بالكامل وقبل المستشفيات وقبل شكل المستشفيات ومنظر المستشفيات ومنظر الاوض والاجهزه. الممرضه نمبر 1، بدون الممرضه ما عندناش جهاز طبي. ده مهم للغايه. يعني انت لو سالت اي مريض ايه شكواك الاولى هيبدا بالتمريض مش هيبدا بالطبيب، هيبدا بالمريض بالتمريض مش هيبدا بالمستشفى. ولذلك انا عايز اميز ما بين
الممرضة خريجة كلية التمريض اللي هي الشخصية الهامة جدا في المجتمع المصري، وكلهم مهمين، لكن أنا بتكلم على الممرضة اللي أنا محتاجها عشان خاطر تتعامل مع المريض انترناشونالي، اللي هو جاي من دول خارجية وعايز يتقابل مع جهاز متكامل في العلاج. لو أنا عندي مريض جاي مصر عايز أعمل له عملية وأنا اللي هعمل العملية، أنا محتاج جنبي هيئة تمريض متكاملة قوية جدا تقدر تتعامل مع المريض في النو هاو، ازاي مدربة، ازاي تبقى مدربة. وعشان كده أنا بعمل حاليا أكاديمي للممرضات خريجين كليات التمريض، وهيكون باي كومبيتيشن، يعني الممرضة أو الممرض لازم يكونوا بيتكلموا إنجليزي كويس، لازم عشان يستقبلوا مريض انترناشونال. طيب الدعوة اللي حضرتك قمت بيها للسياحة العلاجية في مصر لقت استجابة واستحسان من طبعا يعني من طبعا الناس عند حضرتك؟ طبعا يا فندم، أنا عملت مع الدكتورة سهى الجندي، عملت مع مقابلة عن طريق عن طريق الزوم ميتنج، وخدنا كلام مهم جدا على هذا الموضوع. اتكلمت على قناة أخرى سي بي سي، تقابلت مع العمداء، طبعا العمداء بتوع كليات التمريض في منتهى الاكسايتمنت والشغف ان هم يتواجدوا قلبا وقالبا في هذا الموضوع، وكلهم تكاتفوا. كانت ايه اول الحاجات اللي شاوروا عليها واثاروا انتباه حضرتك فيها؟ ايه هي؟ التمريض واحد، هم الممرضات الطلبه اللي انا شفتهم والطلب والممرضات اللي انا دربتهم قبل كده بنفسي، اتلاقيت فيهم نمبر 1 اوبيدينس، يعني بياخدوا التعليمات وينفذوها بالحرف. عظيم. نمره 2 عندهم معلومات قويه جدا، ولازم نعرف ان دور الممرضه لا يتعارض مع دور الطبيب. الممرضه ده ليها دور والطبيب ليه دور، بيجتمعوا في نقط معينه وبيكملوا بعض. حقيقي بيكملوا بعض العلاج، بيكملوا بعض، لكن لا الدكتور اعلى من الممرضه ولا الممرضه اعلى من الدكتور. They are both professionals. ده ليها وظيفه وده ليه وظيفه، ولازم تؤدى بكل امانه للمريض عشان المريض يقدر يحس بان الممرضه اللي قدامه دي تقدر تسعفه او حقيقي، وان هو يبقى في ايد امينه عليه. بالظبط يا فندم. بص حضرتك، نسبه الوقت اللي بيقضيه المريض مع الممرضه ونسبه الوقت اللي بيقضيه المريض مع الطبيب. طيب لو هسأل حضرتك يا دكتور احمد سؤال مباشر، يعني لو نجد ان مصر على مر الوقت كان ليها بعض المدن اللي بيبقى عليها سبوت فتنور فتبقى من اهم المدن اللي بتجذب السائح من الخارج، في وقت من الاوقات كانت اسوان الاقصر بحكم السياحه الاثريه، ثم شرم الشيخ بحكم البحر وجماله وشعب المرجانيه وجوها الرائع، ثم مدينه العالمين الجديده و غيرها. كان في اختلافات وتوجهات ونمو وما بين الصعود والهبوط. طيب امتى ولادنا نقدر نقول ان هي بتستفيد من السياحه العلاجيه في مصر؟ شوفي حضرتك، السياحه العلاجيه تحتاج الى مراكز طبيه كبيره متكامله وفيها الاستراكشر الطبي المظبوط، اي اي فيها القرب من المطارات، قرب من الجامعات، قرب من مراكز الابحاث، قرب من الاماكن الترفيهيه اللي يقدر ان هو يطلع يتفسح فيها. انا بتكلم على المريض اللي جاي للعلاج، مش بتكلم على المريض اللي جاي للاستشفاء في اماكن اخرى زي مثلا وحات زي الاماكن الساحليه. انا بتكلم على المريض اللي بيلجا الى مصر للعلاج لتخصصات معينه، تخصصات مصر متميزه فيها.
وليكن انا لما جيت فكرت عشان خاطر اقول سياحه اللي هو ومن هيلث كير، حاجات تخص تخصصي انا، قلت اوف كورس من اهم المدن اللي هي تبقى المريضه الانجليزيه او الالمانيه او الفرنسيه او العربيه او الافريقيه نمره واحد هيرجعوا الى القاهره، وده لازم نكون واضحين في هذا الكلام. عظيم. قدرنا نمسك القاهره ونقول طيب ايه الاماكن اللي في القاهره؟ هل ممكن تكون بريفري ولا ممكن تكون سنترال؟ لا، الافضل تكون قريبه الى حد ما من الجامعات والسنتر اوف تاون، عشان دي برضك هتكون سهله بالنسبه للمريض. احنا لازم نفكر احنا عايزين المريض، بس المريض عايز ايه؟ لازم نفكر ونعمل اوديتس. يعني ايه اوديتس؟ يعني انا بسال 1000 عيان عندي بالمكتب هنا، بيجوا لي عيانين من جميع انحاء العالم، سواء العربي او الغربي او الافريقي. فبسال العيانه لما تنزلي القاهره عشان تتعالجي، مصر عشان تتعالجي، تحبي تروحي فين؟ قالت احب اروح جنب الاهرامات، جنب النيل، وسط القاهره مثلا يعني. او لو هتطلع بره النيل هتبقى على مقربه مثلا نص ساعه او ثلاث اربع ساعه. فحضرتك عايز تستغل محبتها او شغفها للاماكن دي وما تبعدش عنها. المفروض نركز فيها بحيث ان احنا كل الهدف ان يكون في دخل قومي كبير جدا من السياحه العلاجيه. عظيم. فنشوف المريض عايز ايه ونوفره له. يعني بناء من الاماكن الصحيه الميديكال هاب جنب الاماكن السياحيه المزارات الصحيه هيعمل انتعاش للسياحه. اوف كورس اوف كورس، الاثنين هيتكلموا على بعض. طيب. بالاضافه الى مجاوره الجامعات مهمه جدا عشان الساده الاساتذه الكبار اللي هم معروفين في مصر. طيب لو هسال حضرتك سؤال اقتصادي شويه. طيب. يعني ويمكن دكتور احمد حضرتك هيكون واضح في اجابتك جدا. بنسبة كام في المية نقدر نستفيد من الدخل اللي بالعملة الصعبة اللي جاي من الخارج؟ يعني هل هيبقى رقم نقدر نعمل بيه حاجة يستحق كل الممرات اللي انتم مشيتوا فيها وكل الجهد المبذول في ده، ولا هيبقى رقم يعني بسيط يعني مش هيقدر يعمل لنا حاجة العائد المادي؟ الدخل بتاع السياحة العلاجية مش الاستشفائية كمان، إلا علاجية، هو في فرق، ممكن يكون دبل تريبل كوادروبل دخل قناة السويس. يعني مرة اتنين تلاتة أربعة دخل قناة السويس. هل الدولة هتصرف عليه كتير قوي؟ لا، عشان المان باور موجودة، الأساتذة الكبار موجودين، هيئة التمريض الخريجين. استنى يا دكتور احمد ارجوك، اتفضل يا فندم. حضرتك قلت لي هيبقى اضعاف او أيوة ثلاث اضعاف دخل قناة أيوة السويس. ايوه، وانا قادر على هذه الجملة، وانا الحقيقة استاتستيكلي واقتصاديا واتكلمت مع رجال الاقتصاد في هذا الموضوع، بروفيسورز وناس ليهم باع كبير في الاقتصاد، ايكونومست، واتكلمت معاهم بارقام. انت عندي حضرتك بنتكلم على 186 مليار دولار سنويا في العالم. معظم هذه الاموال بتروح لثلاث دول او ثلاث اماكن في العالم، اليابان، بريطانيا، and some other nations in between Germany, France and India. This is the combination of nations. لكن بريطانيا بتحل مكان السكند والثيرد. طبعا ليها مكانه مهمه حقيقي. دكتور احمد يعني مش عارفه اقول لحضرتك امتعتنا، ويمكن قلت كلام في منتهى الاهميه. نورتني وشرفت بلقاء حضرتك جدا، واكيد كل المصريين اللي هيشوفوا اللقاء ده هيعرفوا قد ايه بلادنا بلاد عظيمه وتقدر على قد تحديات. نورتني وشرفتني استاذ الدكتور احمد اسماعيل، استاذ واستشاري امراض النساء والتوليد، خبير العقم الدولي بلندن،
واحد من اللي بيتم الاستعانة بيهم في ترويج للسياحة الصحية داخل مصر وخارجها. هاخد كلمة إن السياحة الاستشفائية هو قال كمان العلاجية عشان نبقى دقيقين ممكن تبقى أضعاف أضعاف دخل قناة السويس. لازم في يوم من الأيام إحنا كمصريين ذاكرنا ده في الكتب، إن قناة السويس من أهم موارد الدخل لمصر. لأ، دلوقتي الزمن بيتطور، المعايير بتختلف، حاجات تانية بتظهر، لازم نواكب العصر. الأكيد هتبقى على إيد ولادنا المصريين زي ما أنتوا شفتوا معايا، مصريين في الداخل وفي الخارج. اللي جاي بعد الفاصل نستمتع مع بعض ونسمع بعض، ودقايق إن شاء الله تبقى أروع ما تكون، ونعمل مداخلات كتير جدا. أنا حابة أسمعكم، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية وتفاصيل عن كلمة ابني عنده مرض وملوش علاج في مصر، عن قسوة الكلمة دي وعن قسوة المشاعر دي وعن محتاج كم معرفش ايه دولار او استرليني او يورو عشان يسافر الدولة الفلانية او الدولة العلانية. لما في يوم من الايام الحلم هيتحقق تبقى مصر قدرت تبقى قبلة السياحة لكتير، هيبقى في معامل تانية ومكاتب بحثية أخرى، فتلاقي نفسك الأمراض اللي بقت دخيلة يجي أم ممكن تتكلم تقولك أنا بنتي محتاجة كم ألف مش عارف إيه أو كم معرفش إيه رقم كده، فمش هينفع نسفرها غير على نفقات الدولة. أو المرض ده مرض نادر بيجي الواحد كل كم معرفش في المية، بأرقام نادرة قوي. إن شاء الله بإذن الله ولادنا يبقوا في مراحل أحسن، أكيد بإذن الله بإذن الله. استقبل كل تليفوناتكم كل مداخلاتكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وبعتولي كل رسائلكم وكل آرائكم على بيج برنامج باسم نهال طايلة على الفيسبوك أو نهال طايلة على انستجرام. تأكدوا إن هي رهن الاهتمام، وأنا ممكن يا زباعي أخد رسائل تتبعتلي دلوقتي. شكرا، أشكرك. كل رسائلكم هتكون رهن الاهتمام، حتى الرسائل اللي هقراها انا عارفه ان في ناس بتبقى عايزه الرسائل دي تبقاش على العلن وتبقى خاصه، ده برضو رهن الاعتبار مش بنعمل غيره ابدا. عبد رمضان احمد سليمان بيقول كل سنه وانت طيبه، حضرتك طيب. السيدة أسماء محمد كمسج دي من رسائل النوع ده بقى، يعني احنا حبينا ان على قرب الشهر الكريم نبقى نشتغل حاجة إيجابية شوية، نبقى جرعة إيجابية كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا باستمرار. مفيش حاجة أهم من الشهر المبارك اللي داخل علينا، مفيش حاجة أفضل من تجهيزاتنا وتحضيراتنا، وربنا يديم نعمة السلام اللي في بلادنا. مفيش حاجة أجمل من كل ست بتقضي وقت ووقت طويل قوي قوي
في بيتها علشان أسرتها دي وفرحة رمضان دي. ينعاد علينا وعليكم الأيام بألف خير، وربنا يا رب يبلغنا الشهر الكريم بكل يمن ويسر وخير ونعيم. ست أسماء محمود بتقول لي، ست أسماء محمود بتقول لي: أستاذة أنا أم زميلة، زميلة بنتي انتحرت بسبب أبوها ومراته وأمها وجوزها انتحرت، والكل عارف السبب، نفسي أخد حقها. يعني هي اسمها بسملة، كان في حلقة تقريبا، هي الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، أنا اتكلمت عن سلامة ولادنا وهفضل أتكلم عن ده، ويشهد ربنا اللي بقاله لكم وأطبقه في بيتي. الأهم من كل الدرجات والأماكن المرموقة والاجتماعيات الهائلة والأحلام اللي إحنا بقينا نحلم لأولادنا مش لأنفسنا، بقوا هم البديل، الأهم منهم سلامتهم هم، ده الأهم، إن نوصل بولادنا لبر الأمان، سلامتهم الجسدية وسلامتهم الصحية وسلامتهم النفسية، مش عايزين حاجة. زي ما قلت في الفقرة اللي قبل دي هقول هنا، وزي ما قلت امبارح وأول امبارح هقول تاني وتالت ورابع، مفيش عنف بقى بيجيب فايدة زي زمان، لما أبوك يتباهى إن كان والده بيضربه بالحزام، ده يعمل مصيبة دلوقتي، مصيبة، بيسيب ألم بيأثر تأثير نفسي أنت هتدخل بيه في حيطة لا داعي منه. الست مسك بتقول لي: أنا عندك هترد علي أجي لحضرتك البرنامج، أسافر لحضرتك وأصور معاكي. هي بتشتغل في شركة من 15 سنة وربت ولادها في الظروف، ربنا عالم، وصاحب الشركة دلوقتي بيمشي ناس كتير، أنا مش عارفة هعمل إيه، وأنا يعني أكمل إزاي وربي ولادي إزاي. يشوف مصايب الناس تهون عليه مصيبته ليه؟ لأن في حد بيقولك أنا الشغل والحال وينعل مش عارف إيه وخربت إيه ورايح شغل، وأنا نازلة الصبح بشوف تبويزة وتكشيرة، أنا معرفش، أنا معرفش سببها إيه، أنا مش عارفة. أنت إحنا لسه شفنا حد ولا خدنا تليفونات من حد ولا استقبلنا أخبار من حد ولا أي حاجة، يعني أنا معرفش السبب، إحنا عاملين كده واللي سايق عامل كده واللي راكب الميكروباص عامل كده، أنا ببقى شايفة ده وأنا على الطريق بقول هو إيه اللي حصل؟ إيه إحنا لسه هنروح ونشوف بقى الدنيا ماشية فين، الزحمة مش الزحمة، الضغط النهاردة مش الضغط النهاردة، الخبر الحلو والخبر الوحش، الناس ما شفناش حاجة. استقبلوا أيامكم بضحكة وابتسامة، يعني مش لازمة نكشر كده ونروح، لا داعي أبدا، لا داعي نهائيا. ليه؟ احنا نافس فينا حكم ربنا، في حاجات بتزعل ايوه، في حاجات ما بتبقاش على قدر المتوقع ولا الجهد المبذول ايوه، في حاجات بتضايق وبتصدم ايوه، في ناس ممكن تفتعل حاجات واشياء علشان تأذيك ايوه، انا موافقه لده كله، ده كله مطروح وموجود، ولكن احنا نافس فينا حكم الله. خلاص خلاص مفيهاش كلام تاني، فمش هنقعد بقى نبقى متضايقين وندخل بيوتنا اي بنت تتكلم ولا ابن يتكلم ولا شوية دوشة يحولوا البيت لنار. لا ليه؟ ليه؟ انا مش فاهمة ليه. شكوى بقى بتجيلي غريبة جدا،
زوجات تقولي انا جوزي بيضحك مع اصحابه في الشغل ومع زمايله بناته واولاده وستات ورجاله، ويجي عندنا احنا مكشر، بنتي لو نطقت يتخانق، ابني لو طلب حاجه يقول ما وراكوش غير الطلبات. اه ده دي بالنسبه لي علامه استفهام. الاولى بكل حاجه حلوه فينا ولادنا، حلو فيك لو دم خفيف، لو هزار، لو صبر، في اب بيبقى بارع في السماء عنده صبر رهيب يسمع ولاده. يعني الاب ده عظمته في انه بيسمع ولاده، عنده استعداد يقعد يسمع ابنه ساعات طويله جدا من الوقت، اسمعه في كل حاجة، في انتصاراته اللي ملهاش قيمة لكن هي عنده كبير، في حاجاته اللي مزعلاه التافهة واللي أبوه عارف إن هي تافهة ده ما يزعلش بس بيسمعه، في إنجازاته، في أحلامه. الأب ده لو كل ابن بيسمعني شيل أبوك ده على دماغي حقيقي. الأب اللي لسه بيسمع ده أب عظيم. يعني هل أنت مش مكبراه شوية؟ لا. ساعات الضغوط والوقت بيفقدونا إن إحنا نسمع ولادنا. البيوت بقت عبارة عن بنات في الأوض وأمهات قدام التلفزيون ووجبة غدا كل واحد بياخدها بمزاجه أب مزاجه. حكمة ربنا شهر رمضان والصيام عشان نتجمع، لا في شركة فاتحة ولا محل فاتح ولا واحد في الشغل ولا اوردر لسه متسلمش ولا مفيش حد، ساعة عطلة للجميع، فكل ما قدامهوش غير ساعة الفطار تلاقي كله نازل على البيت عشان يتجمعوا ويفطروا. شوف بقى من رحمة ربنا بينا لم شملنا، شوف ديننا عظيم ازاي، شفت أهمية ديننا من ربنا سبحانه وتعالى كان مطلع على كل المتغيرات اللي في هو خلقنا وعارف بأحوالنا. مفيش واحد بقى يغيب يروح فين، هو هيجي يفطر. ف ده الخطأ الكبير ده لأن مفيش حد بيسمعهم. كل أم بتشوفني بتشوفي بنتك داخلة خارجة من أوضتها على المطبخ ومن المطبخ على أوضتها ومن أوضتها على البلكونة عشان حتى الموبايل أو ماسكاه في إيدها ومن البلكونة على أوضتها وفاقدة اجتماعياتكو، اوعي تقبلي ده. ليه؟ لأن أنتي ما تعبتيش وسهرتي ليالي كتير قوي عشان تعلميها الكلام وتوقفيها على رجليها وخليتيها بالجمال اللي يشرح قلبك ده عشان في الاخر ما يبقالكيش فيها نصيب. لا، تعالي اقعدي معايا، تعالي اسمعيني وسمعيني انت عندك ايه. ده مهم جدا جدا. في جدات بتقوم بالدور ده بحكم ان في ابناء اتربوا مع جدتهم، تلاقي قاعده بحافتها وقعد جنبها كده بالساعتين هي قاعده تسمعه وتتكلم معاه، وتلاقي الحفيد ده عارف كل حاجه، عارف الخال الفلاني ومرات الخاله اللي عملت كذا وحمت فلانه اللي عملت فيه، وقاعد مع جدته. يعني الدور ده في بعض البيوت بتقوم بيه الجده والجد لانه دور عظيم، انشغال الاب والام. هستقبل كل تليفوناتكم كلها، هاخدك كل التليفونات ان شاء الله هاخدها النهارده عشان نودع الاسبوع ده وندخل انا وانتم شهر رمضان الكريم. ليه ما فيش وقت؟ انا خلصت اتكلمت كتير. طيب بعتولي كل رسائلكم، كل أرائكم،
على بيجي برنامج باسم نهال طيب. كانت من الحاجات اللي لفتت نظري جدا الست فاديه اللي ولادها عملوه فيها، وانها ناس اتوجعت وفي ناس بكت بحرقه قوي. فحد ناس كتير يعني، انا عايزه اقول لكم من رسائل اتينا رقم الست فاديه، احنا اتواصل معاها واحنا ابنائها واحنا ولادها وهنودها وتيجي تزورنا وتودنا، ولو عايزت اي حاجه احنا مش عايزين منها غير ان هي تبقى بخير وتبقى في حياتنا. كان السؤال ان الناس دي فقدت امهاتها وملحقوش يشبعوا منهم. اهم حاجه في الدنيا انك تشبع من ابوك وامك، دي خساره لا تعوض لا تعوض. لما الاب بيرحل، انا عن نفسي بقول الكلام ده لاني انا من الناس المؤمنه ان دور الاب في حياه اي بنت او اي ست حتى لما بنكبر ونشتغل مفيش حد بيعوضه. مفيش بديل للاب نهائي، مهما كان الزوج حنين، مهما كان الزوج متفاهم، مهما كان الزوج على قدر من الوعي والفهم والمكانة الاجتماعية، مهما كان أي حاجة، الأب لبنته كنز الرحلة. فقير ولا غني ملوش بديل. لما بنتوجع بنجري جوا بيوت أبهاتنا نستخبى في أوضنا، تبقي طويلة وعريضة كده، ست بقى بتشتغل في بنك ومسؤولة، ولا بنت مثلا ما شاء الله عليها مكانة العلمية ودكتورة في الجامعة، ولا أي مكان، بتبقي أم وعلى إيدك ولادك، متحسيش بفرحة العيد ولا ببهجة يوم الفطار غير في بيت أبوكي. قدروا وقدسوا مكانتهم، تبقي بتولدي المرة التانية ولا التالتة ولا بقى الأولى حتى، وتلاقي نفسك ملكيش غير بيت أبوكي، ده قبلتك، تستخبي في جدرانه. فلما يعني أنا لما بلاقي رسائل بتجيلي ألم فقدان الأب أو ما يقلش عند البنت عن أمها، ازرعوا في ولادكوا ده، ازرعوا فيهم عشان نوقف الطلاق اللي بيزيد. ان انت مهما تعملي مش هتعوضي البنت دي ابوها مهما تعملي. يا نهال انا اتطلقت ظلم، انا اترميت، انا عارفه، وعارفه الستات المصريه اللي اتظلمت واتفرمت في عجلة الظلم دي، عارفة عارفة كويس كل حاجة، عارفة عظمتكم وعارفة صبركم، عارفة الكلام اللي وجعكم، عارفة وبأكره، وعارفة الجمل اللي مش شبهكم والناس اللي مرت عليكم وانتم مش وشي ده أصلا، عارفة. بس تأكدي إن بنتك دي محتاجة أبوها، تأكدي من ده. تقولي ده ابوها ده ما بيعملش مش عارف ايه، دي بقى حكايات تانية، حسابات أخرى. أنا بتكلم عن الناس الأسوياء، مش بتكلم على دول خالص، بتكلم على الناس زي الفل دول اللي النصيب اتقطع وخلاص، اللي الشيطان دخل وعمل دوره وانتهى. أنا بتكلم على دول، مش بتكلم على إصلاح يعني، لا نهائيا. تعال خد كون نطلع فاصل ونرجع نكمل دقايق من أروع ما تكون. أبقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة تانية وتفاصيل. رحبوا معايا ب
الراجل اللي كلامه بيدخل القلب بسرعه ده نورني وشرفني الشيخ احمد بن حضرتك والشرف دايما ليا يا استاذ. عامل ايه؟ في نعمه طول ما حضرتك بخير. ايه خلاص بقى صحه طيبه وحضرتك طيب احنا في العد التنازلي بقى صحيح خلاص خلينا على اجمل ايام الدنيا بعد توفيق ربنا. صدق ان واحد مش قادر يستقبل ولا يستوعب اي حاجه تانيه صحيح غير انه عايز يوم الحد يجي بامر الله نفحات ويتسحر صحيح يفوت المسحرات كده ويتسحر ويدخل ينام ويصحى صايم صحيح خلاص يعني انت عارف الكام يوم دول احنا مش قادرين نعمل حاجه ثانيه مش قادرين نستوعب غير رحمه ربنا وعظمته ومغفرته وعتقه من النار لما نلاقي كده في اوله رحمه وسطه مغفره خيره وعتقه من النار لما نلاقي ان ربنا تبارك وتعالى بجماله وجلاله في اول يوم بعد ما نسمع طبله المسحراتي ولازم نشوف طبله المسحرات ولازم نكتر الزين ولازم نشتري الفانوس لان ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واحد يقول لي استنى وفي شعائر ان انا في طبله مسحراتي؟ واحد يقول لي وفي شعائر ان انا اجيب فانوس؟ اه افرح. مشكلتنا ان احنا ما بنقدسش مناسباتنا ما بنجيبش الزينه ما بنجيبش الفانوس ما بنفرحش ما بننبسطش. يقول لك لا اصل ما تروحش عزايم كتير او عزومات كتير عشان هتعطلك. هتعطلك عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او السيده عائشه كانت تقول لك خير الطعام ما كثرت عليه الايدي وخيرك يعني اخر حد بيحب ربنا اخر واحد بيقوم على الطعام وخادم القوم سيدهم اللي بيفرق الطعام واللي بياكل الناس. لا روح لعزومات لا افرح في رمضان خلي رمضان المره دي في فرحه لو في حاجه مش مفرحاك افرح برمضان فرح اولادك وفرحهم يعني ايه ان احنا مستنيين رمضان. طب الولد الصغير يا استاذ هيفهم ان احنا مستنيين رمضان بايه غير بالفانوس والزينه؟ مش هيفهم بقى حاجه ثانيه. هات له فانوس وزينه دي اسهل طريقه يفهم بيها. هات له فانوس وزينه وعرفه ان انت مبسوط في رمضان فيبقى مستني رمضان الجاي عشان الفانوس عشان الزينه عشان يصوم معاك. صوم للظهر بقى يصوم للعصر يصوم اي مكان مفيش اي مشكله. انت هتعلقه بحاجه ثانيه. كلنا ليه مدخل. واحد مدخل كمي واحد مدخل فلسفي واحد مدخل نفسي. واحد يقول لك انا هخش رمضان عشان اقرا قران بس 1000 ختم ماشي. واحد ثاني هيطلع يقول لك انا هعمل رمضان ده افهم سوره انت احسن لان انت هتتسابق ان انت هتعمل 1000 ختمه كل شويه هتبقى مستني راي الناس. جاي فاتح مصحفك انت في الكام النهارده؟ انا في الجزء ال 13 انا في الجزء ال 14 فانت بتسابق. ايوه افتقدت الروح افتقدت العظمه افتقدت الشعور بحضورك مع ربنا تبارك وتعالى. لا ما تطلعش من رمضان الا وانت فاهم سوره الاخلاص بتقول ايه. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اخلاقيات لا اله الا الله تكفيني. مش هو قل هو الله احد اخلاقيات لا اله الا الله تقوى عمل صالح كل حاجه بقى في قل هو الله احد افهمها واسمع تفسيرها بدل المره 1000 واقراها بدل المره 1000 تكفيك. خش كيف تستفيد من رمضان مش كم تستفيد من رمضان مش كم اقرا في رمضان مش كم اتصدق في رمضان مش كيف اسعد حوالي كيف اتصدق. في حاجه يعني يمكن اقولها لحضرتك بقى يا شيخ. اتفضل. هي حلقه استثنائيه جدا في كل حاجه هتبقى في اسئلتها كمان بقى. نعم. في ست مثلا تقول لك انا متابعه مسلسل فلان وبيجي ساعه قبل وبستنى بقى هو هيجي الساعه 3 واصلي الفجر وادخل انام. نعم. هي كده اخفقت من حسناتها او من عظمه الاجر؟ طيب انا اقول لحضرتك حاجه كان نفسي اقولها وسبحان الله سؤال حضرتك هو اللي انا عايزينه. استشيخوا في رمضان. اعملوا كل حاجه انتوا عايزينها. ما يهمكش مين هيقول لك انت اسلمت امتى يا عم الشيخ. يقول اسلمت دخلت وطلعت ربنا اعمل كل حاجه. الكلفه ايوه ده اكتر واحد يعني هيبقى نادم اللي هيطلع منه زي ما دخل. صحيح يا استاذه. رغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. أيوة. ده واحد جابه جبناه ومرمغنا وشه في التراب انه ازاي ما اتغفرش ليه؟ انت ازاي ما قمتش الليل؟ يعني انا دلوقتي بتفرج على المسلسلات على طول. هقول لك انا لازم اقول لك ابعد عن المسلسلات خالص. بس ما قدرتش. حدد لنفسك ساعه. حدد لنفسك نص. حدد لنفسك وذكر ربنا هيجي في اخر 10 ايام ما انتش عايز. يبقى اتفرج بعد رمضان اعمل اللي انت عايزه بعد رمضان. بس بعد رمضان مش هتقدر. مش هتقدر تعمل غير العمل الصالح. لان ربنا تبارك وتعالى مرنك. عضلاتك فكت. عضلات الروحيه، القلب بقى متعلق بربنا تبارك وتعالى، العقل بقى محتاج ذكر، كل ده انت رحت مع ربنا تبارك وتعالى. الدين يسر يا استاذه ولن يشاد الدين احدا الا غلب. الحمد لله. انا ممكن اجي اقول لك كل ده ممنوع وطبيعي ممكن يكون ممنوع. بس انا عايز اخد بايدك. احنا عارفين. كان مشايخنا كانوا يقولوا حكم تارك الصلاه. المفروض يا استاذ النار، القتل او 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 حكم تارك الصلاه ان تاخذه معك الى المسجد. خلص. خده معك للمسجد.
استنى عليه، في يستتاب الى ان يموت، يعني يقعد يقول له يا ابني صل، لا مش بصل، يا ابني صل انت اسلمت، لا مش هصل، يستتاب الى ان يموت. ده الدين، ده اليسر في الدين، ده توفيق ربنا تبارك وتعالى. ادخله واللي يقول لك استشيخ قول له اه، واللي يقول لك هتقرا قران قول له اه. يعني لما نشوف شباب كده ماسك السبحه وهي ما كانتش بتمسكها قبل كده ما نتريقش عليهم؟ لا هم هيتريقوا عليه، بس لما يتريقوا مش مشكله، خدها ببساطه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبسم، الراجل جه قال له يا نبي الله، يعني وداخل على سيدنا النبي، ايه ذل بالزنا عفاكم الله؟ قال له تعالى طبطب على قلبه، اترضاه لامك لاختك لبناتك لزوجاتك؟ بص الكلام. طب ده هو داخل عليه بسبحه وكان بيعمل كل حاجه وحشه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم، لا 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 تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. طب نعمل ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. تعالى ارجعوا ارجعوا اقعدوا عند ربنا، ارجعوا عند ربنا بس مش عايزين منكم حاجه، انيبوا واسلموا، ارجع لربنا وسلم امرك ليه، كل مشاكلك اتحلت، ما عندكش اي مشكله في اي حاجه، هيقبلك على اي وضع، هيقبلك في كل وضع. مش عارف تتوب ثم تاب عليهم ليتوب، يا رب ارزقني التوب عشان اتوب. ده ربنا وجمال ربنا. اللهم امين. طيب في حد بيشوفني انا وحضرتك ست كده، احنا كلنا في حياتنا هذه السيده عرفت هتعزم مين يوم ايه؟ جميل. ورتبت الدفتر بتاعها واولوياتها؟ يا بختها. اه يا بختها، هتطعم طعام وصله رحم والمتحبين فيه، احب حد عند ربنا المتحبين فيه، المتزاورين فيه، اللي بيزوروا بعض، المتوادين فيه، المتبادرين فيه، كل ده فين يا استاذه؟ في العزوم. يا بختها ويا بختك اللي بتطعمي، ويا بختك. ما تزعليش وما تتضايقيش، هو الضغط شويه موجود بس طعميها لربنا. افتكر كلمه السيده عائشه، احسن حاجه احسن طعام كسرت عليه الايدي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه وصى بيها اول ما دخل المدينه يا استاذه، ما قالهمش صوموا وصلوا وزكوا، اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. ادي الاسلام. تعالوا نطلع نشوف اول تقرير معانا ونشوف صداقتنا الاولى فين ونرجع لكم مره ثانيه. ابقوا معانا. ربنا يبارك فيك. اكتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافيه وعايزه لك كل. تخيل ان انت بتعطي مالك وبتنفق وتتصدق في سبيل الله وانت قاعد في بيتك، يكون ثوابك وجزاءك عند الله سبحانه وتعالى كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج وترك ماله واهله واولاده من اجل الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم جزاكم الله خير ومشكرين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بيبلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. حالكم اللي انتوا جبتونا للمية، احنا كنا والله مليئين المية خالص، كنا بنجيب من هنا وهنا 2 كيلو او 4 كيلو مسافة كبيرة. الله يستر حالكم اللي انتوا جبتونا على الدداد وجبتونا للمية. هيكتر خيرك يملك. الحمد لله يا رب، يستر حالكم ورزقكم يا رب ويحج عنكم الورد الوحشة. مش في الخير مفاصل ولا بنساعد باللي فاضل. الله يصلح حالهم ويكفوهم شر البرد، يا دوب ان احنا هدومنا بتنضف شويه بشويه. يعني الاول جات لنا حساسيه من حكايه المشروع من المصرف والله، ومن الخرجان والبتاع، واحنا غير نغسل منها كتير. الله يفوقكم شر المرض ويصلح حالكم وينور لكم عيونكم. والله ده احنا كنا تعبانين اخر تعب في المي، نملى البحر ونغسل ونجيب ميه للشرب من الغرق، لما تعبنا اخر تعب عشان المي. حاجه وياخد منه ولا قلل شيء في يوم، بالعكس زاد تحنيت الايام. ما بتنسيش الناس اتمل ما فيها ولا بتخلي. ازيك يا عم احمد؟ اهلا وسلم. عامل ايه؟ حلو. كل سنه وانت طيب. انت طيب. النهارده مؤسسه فعل خير احنا جينا عشان ركبنا العداد اللي انت طلبته مننا. شجع غيرك هيكتر واللي النهارده قدمته راجع. الله يبارك فيكم ويرزقكم ويحنن عليكم يا رب يا كريم يا رب، وربنا يستركم بقى دنيا واخره. ربنا يبارك فيكم ويخليكم.
يبارك فيكم ويخليكم، اللي جبتوا لنا ميه حلوه نشرب، وربنا يخليكم ويبارك فيكم. سبق دايما بخير من غير حساب، ربنا يجازيكم كل خير يا رب ويقدركم على فعل الخير يا رب. احنا كنا عطشانين وانتوا جبتوا لنا الميه، ربنا يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم يا رب، وجازيكم على اهل الخير يا رب وعلى الخير اللي بتعملوه يا رب. اقل شيء في قلب الناس تاثير كبير. الجمال ده وايه فرحه الناس دي؟ صحيح. وايه ده؟ ايه ده؟ الدعاوي الحلوه دي؟ مين ساحب النصيب واللي باخده ويهنيه اللي خد الدعوه دي؟ مين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. صدقتك دي خير من اللي جمعته كله. فرحتك دي بقى خير من اللي جمعته كله. حضرتك شفتي كان في عائله ست وزوجها وكان في ثلاث اطفال في النص، الضحكه من القلب قوي. دي اللي احنا بنعلق عليه، او دي اللي احنا بتخلي الجسم يقشعر كده، بتخلي الجسم يكون فرحان ومبسوط. بيغير طبعا، بيغير من كم الدعاوي. جميله كده يا استاذ. نغير في الخير. يا ريت نغير من بعض قوي في الخير. اشوفك بتعمل خير اعمل زيك. لا حسد ولا غبط الا في في في, في صلاه وفي صيام وفي قران وفي انفاق. وصله زي دي تكلفت كام؟ تكلف 4000 جنيه. وما ننكرش دور الدوله في الدعم اللي هي بتدعمه لنا، والتوصيلات والموافقات اللي هي بتديها لنا. 4000 جنيه يعني انت حيت اسره، المياه حياه، انت حيت اسره. بيقول لك ربنا يسترك دنيا واخر، فيسترك في الدنيا ما تتفضحش ابدا حتى لو عملت ايه، بس انت بتنفق وبر بوالديك مش تعمل اي حاجه، ويسترك في الاخره مش هيحاسبك، مفيش حساب. ادي دعوه ممكن تنقلك في يعني الحياه، يعني ستر الاخره مفيش حساب. ده هو الحساب. حجب الله تبارك وتعالى سيئاتك عن الناس وعن الملائكه، سترك مش هيحاسبك. ده ستر ربنا انه ما يعرفش حد خطيئتك، ما يعرفش حد ربنا تبارك وتعالى انت عملت ايه. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واصرف عني ما لا يعلمون. حتى يا رب لو في ذنب في حد كده، معلمنا مشايخنا لما حد يجي يدعي لك قول اللهم امين، حتى لو الدعوه دي مش فيك، لو قال لك انت ملاك قول اللهم امين، ربنا تبارك وتعالى يصيبك بالدعوه. ف 4000 جنيه ربنا تبارك وتعالى قال لك انت حييت الاسره دي، قال لك ضحكت الولد من قلبه. الراجل قال بدانا نشوف صحتنا بعد توفيق ربنا، بدانا نشوف نفسنا عشان شويه ميه. طيب اتفضل. هسال حضرتك سؤالين هم عكس بعض. اتفضل يا استاذ. عن الابن اللي ما ودش امه بقاله فتره، وعلى خلاف باي سبب كان، هم مختلفين، خايف قوي، ورمضان داخل علينا ومش في دماغه. نعم. تقول له ايه؟ اقول له لن تدخل الجنه مهما فعلت من ابواب الخير غير العقوق. يعني انت بتعق، ما تفكرش ان في جد. عملوا فيك ايه؟ عملوا فيك ايه؟ هم اشركوا بربنا؟ حتى ربنا قال لك لما اشركوا بربنا تبارك وتعالى فلا تقل لهم اوف، قل لهم قولا معروفا. طب مش عارف اقول لهم معروف، اعمل لهم معروف. صل لهم ميه. تصدق. شوف حد محتاج اعمل له. شنط رمضان، 30 رمضان، اعمل اي حاجه في رمضان. ربنا تبارك وتعالى لما قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخلاه يوصانا هذا شهر ترفع فيه الاعمال، ده بقى قول مطلق. لحد زي ما حضرتك بتقول يا استاذه يوم السبت بالليل انت بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى معاك فرصه انك يرفع عملك. طب رفع عملك وانت محسن ولا وانت بار ولا وانت متصدق؟ مش هتلاقي احسن من الثلاثه دول ابدا. مش هتلاقي باب اوسع من النفقه، مش هتلاقي باب اوسع من البر، وده الاوسع والاوسع، لان ربنا تبارك وتعالى قرن تمام عبادته بالبر وبعد كده المعروف والاحسان. مش بيدوك انت تديهم، مش بيعملوا لك انت تعمل له، مش بيبصوا لك بصه حلوه انت تبص لهم الف الف بصه حلوه. طيب إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه، يشوف الناس اللي أبوه كان بيدي لهم، أمه كانت بتدي لهم، وهم لو يزعل يكمل بزيادة عشان ربنا تبارك وتعالى أبوه يرضى عنه بقى بين إيدين ربنا. يا رب بأي عمل أرفع، باستغفار ولدك وعمله الصالح. مفيش عمل صالح أحسن من الصدقة، مفيش أحسن عمل صالح. أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأنت شفت السرور بعينيك اللي أدخلته على قلب المسلمين. طيب السؤال بقى المعكوس. اتفضل. ام ما بتكلمش ولادها بقالها، بنت من بناتها او ولد من ولادها، وعلى خلاف اجتماعي بينهم وبين بعض. نعم. وقلبها قسي على البنت دي او على الولد ده، ومش تقول لك لا مش هصالحهم. هقول لها عشان تطيبي قلبك بصي حواليك للغلابه، مش هوصيك على اولادك، لان برضو في حقوق الاباء وحقوق الابناء. سيدنا عمر بن الخطاب لما الراجل راح له بيشتكي له من ابنه، فجاب ابنه
قال له ده ما سمنيش حلو وما تزوجش زوجة حلوة، وقعد يعدله، قال له عققته قبل أن يعق، اذهب. ده العقوق ده سيدنا عمر كان ممكن يجلده جلد لحد ما يبينلوش صاحب زي ما بيقولوا بالمصري، بس قال له عققته قبل أن يعقك فاذهب. فبقول لها برضو خافي من ربنا، عشان تخافي من ربنا صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تقي مصارع السوء، صدقة السر بينك وبين الله تطيب القلب. كل حاجة انت عايزاها حاولي تساعد انسان، تضحكي فوق يعني تبسمك في وجه اخيك صدقة، فانت حنيتك على اولادك صدقة. حنيتك وكلامك لاولادك صدقة، اصل واصل واصل عند ربنا، انت بتربيهم لربنا. نعم بالله. تعالوا اطلعوا نشوف تقريبنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. والله ما أعظم هذا الدين، صدقة تطفئ غضب الرب، صدقة تنير القبر، صدقة يجلس المتصدق في ظلها يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أنا لا عندي حمام ولا عندي مية ولا عندي سقف أقعد فيها، اللبوصة وزي شايفين المشايخ والأساتيز والطين يعني مش بتراب أي كلام، وقاعدة واللي علم بي ربنا. هو بيقر على رزق، وهو وعياله واخد عياله، لما ما عرفش يعيش هنا خد عياله واتكل على الله على مصر، خد لهم أوضة وحمام وهم قاعدين فيها، وهو بيجري على رزق ويوكلهم. وانا ديني عايش انا والبنت بقضاء الله وباللي اديه لنا ربنا ومحنة الناس ومحنة ربنا الاول. ونحمد ربنا على كده ونشكركم ونشكر الناس اللي تفزع لنا ونشكر الله الأول، ويجعل حاجتكم اللي تقضوها للناس في ميزان حسناتكم، ويجعل رزقكم في رجليكم، ويجعل لكم الجنة الأول قبل كل حاجة، يجعل لكم الجنة ويجعل لكم الرزق الكثير. صدقة يجلس الإنسان في ظلها حتى يقضى بين الخلائق. الحمد لله هنعمل وضيب، هنعمل وهو بغياله هناك وانا هنا، والله لا انا قادر اروح له. انا لا عندي حمام ولا عندي ميه ولا عندي سقف اقعد فيها، اللبوصه هي بتعيط بحرقه وبتشكرنا وبتحمد ربنا عليها فيه. فالواحد بيخاف ويخجل، بس بيأمل في ربنا انه بعتها له، بيأمل في ربنا تبارك وتعالى انه بعتها له وخلاه يشوف حالته. قالت كلمة مهمة قوي يا استاذة، انا بشكر الناس اللي بتفزع لنا. انت اتفزعت لما شفت حاجة زي كده؟ خفت على نفسك؟ خفت على ولادك؟ هم مثقفين بالفطرة سبحان الله العظيم. شوف الكلمة دي يعني لو قعدت انا كشيخ اقعد اقول للناس ايه عشان يقولوا، مش هجيبها، هي جابتها وانا بسمعها منها دلوقتي. يفزع الناس اليهم في حوائجهم اولئك الامنون من عذاب الله ومن عذاب النار. ده سيدنا النبي قال كده، وهي مش عارفه حديث سيدنا النبي بس قالتها. سيدي القلوب بقى الطيبه، وانا احب اقول القلوب الطاهره يا استاذه والطيبه اللي ما شافتش لسه فتن وما شافتش دنيتنا وما شافتش المشاكل وما شافتش تدعي لنا. مفيش بينها وبين ربنا تبارك وتعالى حجاب. محتاج ايه انك انت ده محتاجه؟ انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان عندها حاجه، هي يعني عندها الجراكن دي وعندها سجاده ومعاها بنت. بنت حالتها صعبه. الحالة دي صعبة جدا، بس الست دي راضية قوي. وانت لو ربنا راضي، لو انت راضي عن ربنا، ربنا راضي عنك. فتوقع اللي ربنا راضي عنه دعاه لك. انا عايزك تاخدها بالطريقة، عايزك تتعامل مع ربنا كده بكل جمال. يعني وصلت مية ب 4000 ولا سقف السهم فيه ب 5000، ولا ان انت مثلا شايف حضرتك الارض وشايف الطشت وشايف كل الحاجات دي، ده المطبخ يعني، معلش عفوا ده المطبخ يعني، احنا ده المطبخ بتاعها الحماية جت دي، ده مطبخ. احنا في مئات الحالات اللي زي دي، بس في حاجات ما بنقدرش نعرضها. فربنا لما بيجيب لنا حاجه زي دي، دي رساله من ربنا تبارك وتعالى. سهم ب 5000 هيوديك الجنه، واصله ب 4000 هيوديك الجنه. انا بقولها لك كده بالعربي بقى اللي هو ممكن اي حد يقولها، بس عشان هو ده انا ما اقدرش اقول لك حاجه احسن من كده. ده الجنه، بس مش بقولكش جنه الاخره بس، جنه الدنيا كمان.
تبقى قاعد كده مطمن على اولادك حتى لو هم فين، تبقى قاعد كده عارف ان ربنا تبارك وتعالى حافظ لك ولادك حتى لو هم فين، تبقى عارف كده وانت رايح مفيش في جيبك فلوس ولا مدخل على اولادك ولا زوجتك حاجه كويسه انها تقول لك ربنا يبارك لك كفايه انك جيت لنا بالسلام. ايه دي الكلمه اللي انت مستنيها؟ ما انتش مستني فلوس والله. انت انفقوا مما تحبون وانفقوا من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ما قالوش رب هصلي ولا هعمل اي حاجه، فاصدق واجو من الصالحين. اقعد واتخيل بخيالي مهما تخيلت ايه اللي شافه بثواب الصدقه وبثواب مثلا وصلت ميه ولا سهم مسجد ولا سهم بيت ولا طبطبه على قلب الست الجميله. ستنا دي الغلابه دول استاذه كان دايما شيخنا يقول لنا اسيادنا الغلابه، لان هم فعلا يعني هم دول اللي بيوصلونا لربنا تبارك وتعالى. سيدنا الشيخ ابراهيم قال لك الدين صدقه يسر، صدقه تطفو غضب الرب، صدقه يستظل المؤمن بظلها يوم لا ظل الا ظل. زي لسه بقول لحضرتك وانت قاعد مطمن على كل حاجه، انا مش خايف على اولاد لان ربنا مصارعي السوء، انا مش خايف على زوجه لانها راضيه بعد توفيق ربنا، انا مش خايف على نفسي لانه مش هيخليني الا مد ولا بص ولا اروح الا الحلال. ليه؟ بالصدقه. انت بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى يمكن كلامه في الصدقه كتير لان هو الباب الاوسع لربنا. واحنا فعلا ربنا تبارك وتعالى لما نزل الزكاه ونزل الصدقه وخلى المشايخ يكلمونا والعلماء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بكل ماله عشان عارف ان احنا قلوبنا بتميل للمال قوي. كلما زادت الاسفار في البنك لا يزيد الاطمئنان، ده بيزيد الخوف عليها والطمع فيها. مش بتاعتي، بتاعت ربنا. سيبها لربنا وتصدق عشان ربنا تبارك وتعالى انت في اعظم ايام داخل فيها بعد كده على شهر رمضان. اتفضل يا استاذ. في حد بيقول لك يعني طب انا هتصدق دلوقتي لا انا هاجلها لاول يوم رمضان لتاني يوم رمضان لتالت يوم رمضان، بيأجل. تمام. عشان اخد حسنات اكتر. انت تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر تأمل البقاء. انت مش عارف بكره انت فيه، اعتبر نفسه ماذا تكسب غدا واعتبر نفسه باي ارض انت موت. ولو عايز تحسبها بالصدقات ولو عايز تحسبها بالحسنات تعال نحسبها بالحسنات. لسه قايلين ان ده شهر ترفع فيه الاعمال. فترفع اعمالك الى الله وانت بتتصدق. ترفع اعمالك الى الله وانت بتكبر بخاطر. ترفع اعمالك الى الله وانت مزكي منفق متصدق. عايز ايه تاني؟ بعد كده خش رمضان بقى مطمئن. خش رمضان العباده بقى. خش رمضان عشان تذكر ربنا. عشان تستشعر الروحانيات. الا ان لله في ايام دهركم لنفحات. الا فتعرضوا له. ايه نفحات شهر شعبان؟ رفع الاعمال الى الله تبارك وتعالى. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، ده سيدنا النبي. طب انا مش هقدر اصوم الشهر كله وانا متصدق وانا منفق وانا بار وانا محسن لله تبارك وتعالى. نعم بالله. تعالى ناخد تقريرنا الجاي ونرجع نكمل دقيقة أرى ما تكون ابقوا معنا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا وفي هذا التجمع الكبير جدا في هذه العزبة في مطروح، وأثناء مرورنا على الطريق الدولي قابلنا المشايخ الكبار وبيتوسلوا إلى مؤسسة فعل خير إن هم عاوزين بير للمسجد. إحنا قاعدين على طريق سريع وعاوزين بير مية، في الناس عاوزين تعدي ومفيش مية عاوزين يتوضوا، وإحنا عاوزين هني محتاجين بير. النهارده اللي عايز يتاجر مع ربنا باب التجاره مفتوح، اللي عايز يتاجر تجاره حقيقيه لان افضل انواع التجاره انك تتاجر مع ربنا. ما عندناش ميه على الجامع اللي يتوضا وما يبقاش لا وضوء ولا بصير. اللهم اجعل الدنيا في ايديكم ولا تجعلها في قلوبكم. المسجد موجود ومش شطب، ودورة المية موجودة ومش شطبة ومفيش مياه، يبقى ايه فايدة المية؟ ايه فايدة دورة المية؟ وايه فايدة المسجد؟ والمسجد زي ما احنا شايفين على طريق عام، كل الناس تنزل وكل الناس تصلي، فانت لما تتصدق لله ربنا هيتصدق عليك، وانت لما تدي ربنا ربنا هيديك، وانت لما تستر الناس في الدنيا سيسترك الله لا محالة في الدنيا والآخرة. يعني الناس دي حواليها ناس عايشه كتير في مساجد تانية كتير.
هو للاسف في المساجد بعيده قوي عن بعضها. فعشان كده اهل التجمع بيعملوا مسجد من يعني من اخر من اخر فلوسهم زي ما بيقول. بيعملوا المسجد ويقفوا على البير. بيعملوا المسجد ويبقى حفظ القران محتاج البير، والصلاه محتاجه البير، اعزكم الله دوره المياه محتاجه البير، كل حاجه محتاجه البير. طبعا. كل حاجه محتاجه المياه. فضيلة الشيخ عبد الحميد قال كلمه، باب التجاره مفتوح مع ربنا. مش هتلاقي احسن تجاره من كده. والميه دي بيقدروا ياخدوها في بيوتهم كمان. كل ياخدوها في بيوتهم. الاولاد بيحبوا يقعدوا في المسجد اكتر لما يكون في مياه، لما يكون في تحفيظ. طب انا لو الولد ممكن يبقى يتحجج بان هو عايز يروح البيت، يعني ممكن ياخد ساعه عشان يروح البيت ويسيب حفظ القران. فانت ب 30,000 سته من اصدقائك، 10 من اصدقائك لو ب 3,000، سته من اصدقائك لو ب 5,000 ممكن تلموا بير. حتى قلنا واحنا في اطعام الطعام يا استاذه في رمضان وانتوا قاعدين في العزومه الفلانيه ان شاء الله باذن الله، هفتح الموضوع مع اصحابي وهنعمل بير. هفتح الموضوع مع اصحابي وهنبني بيت. هفتح الموضوع مع اصحابي وهنجدد مسجد. هفتح الموضوع مع اصحابي واعمل 10 صلاه مياه. ابتكر مع ربنا تبارك وتعالى. مش عايز ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. انت برضو ادي ربنا، ما تحسبهاش. هي للموعودين مش للحسابين. هتحسبها؟ سيدنا الشيخ ابراهيم قال لنا اللهم اجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا. والدنيا لو في ايدك هتطيرها. فهيملى الايمان قلبك. هيملى ربنا تبارك وتعالى بالصدقه والانفاق قلبك. انت محتاج ان ربنا يكون قلبك متعلق بربنا تبارك وتعالى. محتاج انك تدخل على ربنا تبارك وتعالى وانت قلبك ده كله خير للناس. خيركم خيركم لاهل. اهله دول بقى من اول الزوجه والاولاد لحد سبع جار. والسابع بيجيب سابع لحد 700,000 جار. فانت كلك للناس. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب انا عندي مشاكل وعندي حاجات كتيره قوي. اعمل ايه مع ربنا؟ اقرض ربنا قرضا حسنا في صوره وصل ميه، وصله ميه، في صوره بيت، في صوره سهم مسجد، في صوره حاله ممكن تعفها تشيلها من اللي هي فيه، ترضيها عن ربنا فيرضى عنها ويرضى عنك. طيب بصراحه هو الموضوع ده مثير شويه. ولكن انا هسال جمله اثاره الجدل بتاعتي. اتفضل. في ابن بتبقى امه رحلت. وكل شويه يقول السنه الجايه انا هعمل لها صدقه وتؤجل السنه الجايه اعمل لها صدقه. لحد هنا امان. اللي مش امان هو مش امان. هو هنا مش امان. لا ده بقى السؤال بقى. تمام يا استاذ اتفضل. ان تيجي حد يقول لك ان الصدقه دي مش مكتوبه لها وان ربنا مش عايز لها الصدقه دي تتم. وبنيه المتصدق. ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم. لا تزر وازره وزر اخرى. ده وزرك انت. وزرك انت اللي بتتصدق. ده دي مشكلة انك انت تتخيل ان ربنا مش قابل الصدق. لا، ربنا بيقفل مثقال ذرة خيرا يرى. هي اكيد عملت مثقال ذرة خيرا وربنا تبارك وتعالى هيوريها لها في صدقتها وفي ولادها. فتيجي لما حضرتك بتقولي احنا عفوا حضرتك قلتي كده امان ان هو بيسوف، ده كده مشكلة كبيرة قوي. انت بتسوف مع ربنا، بتدي ربنا ميعاد وتخلفه. ترضى تدي ربنا تبارك وتعالى يديك ميعاد قبضك او رزقك او ذريتك او ان او ميعاد صحيانك وما يجيش؟ لا. اتعامل مع ربنا تبارك وتعالى ان هو العظيم. انت اديت لربنا كلمه؟ فيش خلاص. انت اديت لربنا كلمه تصدق قبل رمضان تصدق. تصدق في رمضان تصدق. زي النذر كده. انت بتتعامل مع ربنا. يا عبد اني اراك، ربنا بشايفك. ولو انت شايف ان ربنا تبارك وتعالى بيقول لك لو انت شايف اني مش شايفك ده شك في ايمانك. شك في ايمانك انت. يبقى لا يؤمنون بالغيب، يبقى لا يقيمون الصلاه، يبقى لا ينفقون. لانك انت محتاج تبقى مع ربنا تبارك وتعالى. الصدقه تقبل. احنا عشان نرفعهم درجات يا استاذ هم ما يستحقوهاش مثلا في الجنه عشان ذنوبهم بنعمل لهم اعمال صالحه. بنتصدق لهم. تصدق ببير، تصدق بوصله، تصدق بشنطه رمضان، تصدق بافطار صائم، كل ده متاح. تصدق بالكلمه الطيبه، كل ده متاح. تصدق بالدال على خير كفاعله، انا مش قادر اعمل لكم حاجه بس اتصل بكل الناس اللي بيعملوا خير واقول لهم تصدق. ربنا تبارك وتعالى واسع. عايز سكينه، عايز رحمه، عايز قلبك يهدى، عايز قلبك تطمئن، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق. ان صلاتك سكن لهم. ربنا قبله بيقول لها، بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. وكان كل ما تتصدق سيدنا النبي يفتكرك ويصلي عليك. تصيبك السكينه وتصيبك الرحمه. في ناس معاك في المؤسسه بتصدق كل سنه؟ يعني بيعتادوا التصدق؟ طيب ربنا يا رب يجعلنا منهم وانا اولهم. بتصدق كل اسبوع وكل شهر. دول بقى يعني انا بقعد واقول يعني مش بقول عفوا بالمصري كده، مش الناس دي جايبه فلوس منين؟ الناس دي جايبه الثقه من ربنا. لازم يجي لهم فلوس. ما هو لا
سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيتصدق كل يوم ب10,000 دينار. 10,000 دينار ده كان حاجه كبيره زي الذهب كده دلوقتي عندنا. فكان بيقول ما لي افعل؟ فكان بيقول له انت بتتصدق كل يوم ب10,000 دينار. قال له ماذا افعل وقد وضعت يدي في ترابا فجعله الله لي ذهبا. بقوه صدقته وقوه ايمانه. سيدنا سعد بن وقاص كان ست راحت له قالت له يا امام اعطني قدرا من عسل، من كوبايه عسل. قالها ليس الان حينما نفرغ الشاحن، حاجه زي كده. بعد كده اول ما مشيت دار الدهراء يا غلام خذ هذا البرميل واتبع هذه السيده الى منزلها. فالراجل انت لخبطته، ايه اللي حصل؟ قال له طلبت على قدرها فاعطيناها على قدرها. هو ربنا كده، انت اعطيت الغلابه والمساكين، سيادنا الغلابه والمساكين والفقراء وكلنا الى الله فقراء على قدرك، استنى بقى ربنا يديك على قدره ايه، ولو اداك هيدهشك بعض يوم. مش هيخليك عايز حاجه في الدنيا كلها، كفايه انك تنام مرتاح. هو ربنا بيدي على قدره مش على قدر الصبر، على قدره، على قدر ربنا. انت ست استاذه احنا بندي من ذا الذي يقرض الله، ما هو القدر بتاع ربنا مين؟ في ايد المساكين والغلابه. طيب انا شفت فيديو للشيخ مولانا رحمه الله عليه احمد متولى الشعراوي، الله اكبر، ملك البساطه، عاشق ملك البساطه. المهم الفيديو كان فيه ايه يا نهال؟ الفيديو كان فيه عبد بيلح في السؤال الله او في الدعاء، نعم، وعبد تاني بيسال ربنا في مساله او بيدعي ربنا عن امر، نعم. في عبد ربنا سبحانه وتعالى امر ملائكته اعطوه ما يريد، فانا لا اطيق ان اسمع صوته. ربنا يستر، ربنا يستر بجد. وعبد تاني اتركوه، نعم، فانا احب ان اسمع مناجاه عبد. مناجاتك الله عليك يا استاذ. هنا فتنه بقى، بنلاقي ناس يعني انا ربنا ما يديني الحاجه كده، ربنا مش عايزني. لا لا، ربنا تبارك وتعالى لو اديها لك بطلب واحد او قبل ما تطلبيها مش عايز اسمعها، ودي ما بتحصلش الحمد لله والشكر لله الا مع ناس احنا بقى بنتعجب لهم ونفتتن بيهم. ايه ده الراجل ده بيعمل كل الغلطات؟ الحمد لله طلع عينينا قوي في كل لله. حاجه جت لنا ربنا، ان الله لا يمل. حتى سيدنا النبي يقول لك ادعي بقى ربنا كالطفل اللحوح لحى على ربنا. ربنا يحب يسمع الجمال ده، ربنا يحب يسمع ويرى فيه قدرة يا رب راضيني، يا رب وسع عليا، يا رب اسمعني. جمال ربنا يحب يسمع ده، جمال ده، جمال مناجاة لله تبارك وتعالى. يحب يسمع كده خوفك وأملك، انت خايف ان ربنا تبارك وتعالى يغضب عليك، بس انت عندك أمل ومتأكد ان ربنا هيديك. طلب حضرتك بسرعة. هختم مع حضرتك بحاجة مهمة قوي، شنطة رمضان. اتفضل. شنطتنا ب 400 جنيه الشنطة، كرتونتنا ب 600 جنيه بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى. عايزين نفرح الناس، مش عايزين ننسى وصلات المياه. عندنا هدف ان بعد 10 رمضان نكون عملنا، يا ريت نكون عملنا 100 وصلة مياه، يا ريت نكون عملنا على الاقل 50 بير. املنا في ربنا كبير، لان احنا عارفين ربنا غفور رحيم، وعارفين ان مشاهدين حضرتك ربنا تبارك وتعالى من المتصدقين المنفقين. هقول لك عايز وصله ميه ب 4000، عايز سهم بير ب 5000، عايز بير ب 30000، عايز تشوف حاله وتشوف لها بيتها وتشوف لها ان ربنا تبارك وتعالى طيب قلبك بيها، 5000 سهم ممكن ربنا تبارك وتعالى يوديه في حته ثانيه خالص في الدنيا وفي الاخره. نورتيني يا شيخ احمد. نور حضرتك، ربنا يبارك حضرتك. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي. مش هقول لكم هنروح فين الاسبوع الجاي ولا هقابل مين، لا ان شاء الله هنستقبل كلنا الشهر الكريم، ينعاد علينا وعليكم الايام بالف خير. وارجوكم بالذات الاسره الواحده الاخوات، شايف امه زعلانه من اخوه يحاول يلطف الموضوع، شايف امه زعلانه من مرات اخوه يحاول يلطف الموضوع، والعكس ارجوكم اعملوا ده في الشهر المبارك. ربنا يا رب يجعلها ايام خير وسلام ومحبه وعطايا كتير ومنح كتير من ربنا سبحانه وتعالى. كانت معكم نهال طايل في امان الله.